مساء النور، مساء الانوار. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عرفتي الله دخلت وانا نقول بلاتي قبل ما ندير حتى حاجه. والله ديما شفتهم لحت اسكن الناس برديله ديالي وجلست اختي غنشم مرا اختي غنقفض. تعالي 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 شحال بدات. يلاه 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 نتناكم الدخله. يلاه اختي يلاه اختي الله يسخن الله يسخن اختي. يلا كبيرات اختي كريري بعدا لاباس عليكم. واش كتعاودوا واش راكم مبروكه؟ كيلو مستعدكم باش هذه لينا التخابيق ديال الجمعيه من السعوديه. ويلي الريحه فيها كتحمق كتحمق. هذا شنو راه كتشم؟ شم شم شايف العود ولا نايس؟ مخماريه تحمق مزهريه على رقبتي مزهريه. شوف نقش نقش راسي. يلا يلا اختي دخل اختي باش نبداو الموضوع ديالنا. طاقيو ليا جيجي بريستيج. شكون تفكر يا مات معاطيه ويا مات اختي؟ اليوم شوفوا اليوم غنجبدوا القديم وجديد. اليوم غنجبد ليها القديم وجديد. اليوم غنجبدوا البالي واللي في بالي. يلا عرفتي شنو خاصني نطلع التليفون شي لعيبه؟ ندير هنا وي نحط التليفون في الجيبه هذه. اليوم خاصنا بخور ورا الكاميرا. يلا شوفي كيفاش كنبقى بشي والله قلت شي عبد الميطي. شوف بحال هكذا عاد نقلب وحدي. شكون انت؟ كيفاش خلينا نقادوش؟ شوف ترى تفرطت انا كيما غير مهم دكا عاد نفتح يلا نو ما سمعكش ما تهضرش ياك داتي اختي. بلاتي بلاتي شوفوا ما تفلتوا تلقى تسناو اليوم نحطوا ليها في الصال واللي جاي طل باغي نطل وتسناو عاد نروح شامبر غادي طيحين. سي ما عرفتش فين كان هذا التليفون ديالي انا داتي نجيب هذا دابا مزيان. انا كنبغي نشوفكم فاص. قالت لي كحكا والواد بعدا تحيه كبيره لجيجي بريستيج. بنات القناه ديالها سميتها جيجي بريستيج فين ما تدخلوا هجموا عليها بغيتي كاع اللي عندي فلاشين كلهم دوك 400,000 يدخلوا يعرقوا ليها بواحد لايك بواحد بوسه كبيره بواحد القليب. يلا البنات نبخركم بالعود عشان تنحمق على ريحه الله يستر جوال. البنات كديرين اش اخباركم؟ اش كتعاودوا بغيتي اختي؟ شوفي ما خاصني ندير نضاضر وما زلت تعليق حيت هي البارح كنكتب ليها زقلات كاع التعاليق زقلاتهم ما عرفتش واش طلع عليا ولا لا. بصح نضيضراتي بدات نضاضر. البنات البنات اللي بغات تبدا نضاضرها 250 درهم بزاف وكلشي بتدوات وكلشي ليه. اختي 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 الله يحفظكم. نتمنى تكون جيتي على خير ان شاء الله بخير وعلى خير. كنضحكوا جميله شي كريمه ديال التجاعيد كل كان خوخي داوي اختي كون داوى راسو. ودابا انا البارح جبدتني جبدتني صاحبتي كنت خدامه معاها وطاقيتها طلعتها في المنتدى وبقيت كنضحك كنقول يا ويلي ويلي كنتي الاولى اللي تطلعي في اللايف بدون فلتر. هانتي اختي بلا فلتر ومازال ما دايره لا مكياج لا والو. نتوما شويه ديال الفراجو شويه بلا فلتر درتو هنا ودرت اختي عكايه وهذا طالعه بلا فلتر. طلعي طلعي جيجي طلعي طلعي وراك اختي الوجه الحقيقي. مريم قالت لي لا سميتك مرا لا سميتك مرا ومرا مرا سالي فاتي صافا. شوف راه جبت لك هذاك ديال اليوم الا سميت قالت لي مرا طلعي بلا فلتر. انا دا يا اختي بدون فلتر. هاتي خويتي هاتي هاتي بغيتك غنصقف جميله وحبيبي جميله القلب كيدير الله يحفظك. اي كنضحك معاها شوف حيت عزيزه عليا داكشي ندير هاد اللايف. دابا هي قالت لي انا توحشت المعطيه معاك كل يوم غادي نتعاطى انا وياها غادي نفكرها في القديم والجديد. هي كتهضر وانا كنوطي. شوف اخويتي ربي ما طاقي عيطوا ليها مابقاش عندي تليفونها. عيطوا ليها عيطوا ليها ظهروا لي قول لها جميله دخلي باش نوريها الفقصه. انا كنضحك وهي كتخبن علينا الله يحفظكم. فين اختي جميله؟ البنات والله واحد البنت انا عندي الورقه ديالها ان شاء الله غنصور معها هاد الاسبوع عندها نضاطر 250 درهم بزاف بالتدواج بكل شيء. دابا شوفوا خلينا من داك الشيء وداك الشيء داك سميتها اير شي لعيبه كاينه في الولفه. معاك ناس ديال اسفي الله يحفظك. واش فيلم ولا مسلسل؟ مسلسل اختي والحلقه الاولى ستي جمالات السر غالب. تحياتي استاذه جميله الحق الحسن الله يحفظك استاذتي العزيزه والغاليه. ها انتم اختي جاب لي الحب ديالي المنظارين الحب اللي كنموت على المنظارين. واخا سي شوف واحد دقيقه معايا واحد خيتي ما خلات فيا قالت لك سيدي انا ما نقدرش نطلع باللايف باللايف. مالك اختي كي جيتك انا يا اختي كي جيتك بنتك اختي شرت بنتك اختي شعري شاب. ها 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 انت اختي كي شي بينا هاد النقطه هادي قالت لي نتحداك طلع عليا باللايف. ها انت جيجي بريستيج اختي شوف اختي وما علي كيسلم عليك هشام وليتي اخويا تسلم عليها في اللايف المباشر. الله يسهل عليكم الناس الاولين اختي قالت لك عزيزه عليا والناس القدام. المهم الله يحفظها الله يحفظها الله يحفظها وليداتها والله يرجعها ان شاء الله بخير. انا بغيت نشد فيها اليوم وعندي واحد النقط بغيت نقولهم لها. اولا اختي جيجي بريستيج الله يخليك. اولا وقع بلا كل شيء كنت موعده لك ملي كنتي مع رشيد واحد النهار كنا كنصوروا انا عندكم فيلم كامل هي كانت كتهضر وكتنقز وتغيب بنت. تسنيت تسنيت عادي نقول لك الرعد اخويا تعالي تعالي نقول لك اليوم شوفوا اليوم شدوا لي كراشكم. شوفوا انا نلقاش هذا الشيء. المهم اللي بغات تنقش تحيط لي راه كنقش اختي كنقش تناقش اختي تناقشي. سمعوا اليوم غتشوف واحد الوجه كوميدي جميله والله. ما كرشي جيت كنضحك بوحدي.
قلت ليها كنا كنصوروا في عند رشيد، كانت هي كتصور عند رشيد، قلت لها شوفي وتخاصمنا وقلت لها شوفي او ان شاء الله قبل ما تخاصمك قلت لها شوفي ان شاء الله غادي تولدي اول ما تحلي عيني غتلقيني انا. واختي قال لي مشى عندها التليفون. السلام عليكم، حنا اليوم جينا عند جي بريستيج، جينا ودعمناها ولدت على خير. الا انا وحيدة وعد بالله مقوت انا اللي مشيت عندها ما هزيتش التليفون، ما هزيتش التليفون، دخلت تقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفتي حلت عينيها والله، البنات كانت مغيبه، كانت ناعسه، كانت باقا يلا يلا والده وانا في عز المخاصمه ديالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوك تغيب بنحس واحد الغبغبغ غبني وما عرفتش كيقول غبني يا راني عارفه كتجيجي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذي عليا خذي عليا. انا كيما كتعرفي جميله والله مرزانه داكشي بحبي ديالي، انا ما جايش عندك انت، انا جايه باش نشوف الله سبحانه وتعالى عندك والله يا البنات ربي شاهد. قلت لها انا وعدتك واحد النهار وعد الحر دين عليه، انا قلت لك واحد المره وانا ما كنساش ملي كندير مع الانسان بقطع الراس، قلت لك واحد الخطره اول ما تولي تحلي عينيك ودخلت عليا راسها. قلت انا جايه باش نزرك اختي وباش نشوف البيبي الصغير، ما جايش عندك انت، انا جايه لوجه الله تعالى، وهذه اول مره واخر مره. وحنا مخاصمين الحرب الحرب الحرب، عطيني نعطيك كلاشيني كلاشيك، كنت في القهوه نعطي هي تعطي من دارها وانا نعطي من داري، عاد الله سبحانه الله. المهم فيدرك جيجي من عندك ما تقولي فيها كنعاود لك الخبايا والاسرار، تيجي من عندك اختي ما تقولي لا خليني عليك ساكت الله يرحمهم. تنضيقتي تبقى ليا وديناتك شنو هادي فيفري فيفري، جيجي راه صاحبتي وانا وياك كلينا في طبق واحد وبكينا في بلاصه وحده وخدمنا في بلاصه وحده وسميتو سمعيني انا كنعاود لك الاسرار زويونه، لان حاجه كتكون خايبه في وقتها من بعد كنضحكي عليها كما كنضحك انا. وهادشي راه هي تبات قالت لي جميله جيت عطانا وليت كنت جبتيني مسروعه. ايوا لا لا وانا نقول لها شوفي انا جيت باش نزرك واش نشوفك وباش نشوف الله سبحانه وتعالى عندك، لان ملي كتبغي تمشي عند المريض راه كتشوفي ربي عنده، تيقول الله سبحانه وتعالى عنده، قال لك ربي الا بغيتي تشوفني غتلقاني عند المريض، يعني المريض سيرو عنده كاين الله سبحانه وتعالى تما تيغفر لك الذنوب انت هو وين. المهم 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 زرت هذاك الشيء اللي قسم الله وخرجت بحال هادي، ما هزيت التليفون ما درت ستوري ما تفشخرت على عباد الله وضربت الطم. وانا قلت لكم دابا بعد ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخلي لها وليداتها درس باسمي. ولا هادو ماشي هادو ماشي اسرار، هادو حوايج حنا بغينا نضحكوا عليهم، بغينا نبينوا للناس بان راه شوف حنا المغربيات شي طيحي في البير شي طيحي تكوني معايا قدامي نتناتشو ونتريشو ونتغاوتو وجبدي منك وعيريني وتعيريني ما عرفتش شنو، انا درت كسيده ما سولتش فيا وتهرسيني فيه وماتوا لي عائلتي تقريبا عرب ديال الناس من عائلتي وجيت من العمره وما قالتش لي والو. نهار سمعت بانها بكات اقسم بالله 3 ونص صباح بوست، ما نقدرش حنا هكا المغربيات غنضرب، ولكن اون فوا نشوف شي حد تعدى عليك ولا انت في واحد الموقف حرج راه اختي كطلع وتهبط راه ما يمكنش. راه قلت لك 3 ونص صباح بوست، تخيلي ماشي مع 10 الصباح 8 الليل 9 ولا 10، 3 ونص الصباح كنت كنتفرج فيها وبكيت حسيت بها، لان الانسان اللي كيفوق الطاقه ديالو الناس كيقول لها اختي ما كنتيش تمشي، لا شوف كان عندها خيارين، يا تنتحر يا يجيها اكتئاب يا تبدل ساعه اخرى كما تنقولوا حنا صافي بدلات تعب اخرى مزيانه ليها مزيانه بوغ لاستون مزيانه. المهم الحمد لله باقا صحيحتها اللهم لك الحمد، مازال ان شاء الله ترجع مازال ان شاء الله ترجع وكلشي يرجع 100 مليار وترجع ان شاء الله الاسطوره وترجع ان شاء الله الاوج ديالها، لان هي دائما كانت كتعطي الناس من دمها ومن جهدها ومن وقتها، وهي حبله وهي مريضه وهي عرجه برجليها اللي كانت تقصحت وكانت كتعطي الناس، يعني كانت نافذه بصراحه في 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 دارت في البان جميله اونلاين والناس حبوني من خلال قناتها، لان ما كانش عندي قناه من خلال خدمتي مع رشيد. يقول لها لو خرجت انا نقول لها يا ولد بالسلامه. المهم حتى ضحكات عاد خرجت كان نجي باش نشوف بلاصه انت عندك وصافي دابا انا غادي نمشي بحال هادشي زررتها ابتسمت واحد الابتسامه خفيفه وخرجت بحال هادشي ما دويناش تخيل ما هضرنا عمرك شي واحد جاي تحس بيطر ما دويناش ما بقاش شي حد عليك. فرحت فرحت حيت درت عصفورين بحاجه واحد، اول حاجه ديت الواجب ديالي وضربت الطم، ثاني حاجه وفيت بواحد هذه وحده نزيد كرتي جي شي بريستيج ولا باغاكا ثانيه معنا واحد الميكروب وهل يزوج للرجل اختي سير عند امك ودير داكشي اللي كاين ندير لك بلوكي لا ندير لك ماسكي باش ما عمر ما تبان سميتو ديالك سي بون يلا با باتون. واش بصح محتاجه ولا غير افلام بحال ملي ولد داتشو والله الناس اللي محتاجه. شوفوا الانسان تيبان ما يمكنش واحد الانسان اللي كان في عز العطاء ديالو وعز الاوج ويقول لك انا راني ما عنديش، راه ملي كتكون ما عنديش راه ما عندهاش صافي وصلت ليها العظم، ما تقولوش ليا كتمثل وداكشي داكشي ماشي ديال جيجي بريستيج ابدا ابدا، عندها عزه نفس عندها عزه هي بصح فمها خضر داكشي حنا عارفينو خديجه خضراء انا كنقولها لا كنقول انت خضراء بلا شي واحد تقدر تقول شي كلمه ولا تبلوكي الناس ولا ديك سميتو كانوا الناس كيتقلقوا منها، ولكن ما تمثلش عليك عندها طنطن فهمتي اللي العمر جميله مثلت لكم ما تمثل لكم خديجه. دونك انا جيجي بريستيج في مصر كنتمنى ان كاع الناس اللي معنا اليوم يدخلوا عندها لي زابوني ديال جميله الحبوبات الغاليه الكبيدات يا اختي ويا اختي كنقولها لهم بعد كنقول لكم جميله الكبيدات والفلتر هانتي اختي بلا فلتر بلا فلتر اختي عوجوا فيا كما بغيتوا زرقاء كحله عزيه بلقاء خضراء صفراء حمراء انا هكا كيجي كحبي هانتي اختي ولدتي قال لي زوينه. دونك هذه من جهه كنا كانت جيجي بريستيج بدايتي انا مع رشيد مشيت كنخدم عندو كنت خدامه معاه في لا ليفغيزون كنت كنشد لا ليفغيزون وسميتو حلي حيما بالسرجم كنت كنخدم عندو في لا ليفغيزون كنت كنخدم في الكاميرات يعني انا كنت مقابل 16 كاميرا قدامي كنت كنحل سرق شي حاجه وما اكثرهم ناس بالكركاطات ديالهم عيالات مسخطريه غير هي شمن بيض وشمن ماشي وداك الخيصه كتشوف دابا سطامها ولا شي حاجه وعد ما عندي رشيد داكشي رشيد تحيه كبيره ليه والله وما ظلم حتى واحد انا من هاد المنبر كنقول لكم نكونوا معاهم بزوج ويهضروا بزوج
فهمتي؟ من ظلم رشيد من ظلم سميتو. كنقولوا الذنوب هما يفرقوهم بجوج، ماشي نقولوا لهذا انت خدرتي لهادي ولا انت درتي لهذا، ما شغلناش حنا نصمكوا ودنينا ما شغلناش، غدا غيتصالحوا وغنبقاو حنا اللي دينا العيب. شوف ظروف كتوقع، كيتخاصم خو مع اختو، كتخاصم الام مع ولدها، تيشدوا الناس في الحباسات وتيخرجوا تيتسامحوا. حنا نديروا لها اختي، لا ما نديروا حتى شي واحد. رشيد جلس معاها وكلا معاها خبيز وما عمره ما بدلها، وهي راه مشات عطاتو ما شاء الله قناتها وكان كيتحكي فيها كيما بغا، دونك نخليهم بيناتهم. انا بعدا كجميله اونلاين كان بامكاني نخرج نقول لا درتي ولا نقول لا لا ما شوف. لا ابدا ابدا البنات، كل واحد يدخل سوق جواه. حتى وحده فينا قال لك في كل دار قرعه الزيت وفي كل زبيبه عود، داكوغ؟ كايناش زبيبه ما فيهاش العود، في قلبها عود. انا نترجمها لكم، دونك اتونسيون، حذاري حذاري. انا في لايف داك النهار غادي تكتب هذا وغادي تكتب دار فعل وفعل تعرف ما شغلناش. حنا بغينا ندعموا بنت الشعب، بنت المغرب، المغربيه اللي كاينه في بلاد بعيده وبلاد برانيه، بغينا ندعموها. بغينا لي زابوني ديال الناس كاملين، تحيه لخويا يونس افاتار الشهامه وود الجوده والكرم، وكتوقفي عليه كتلقيه والله العظيم. واحد المره انا وراجلي مشينا عنده بالموطور، يا مات الموطور معليش الله يحفظو يا ربي ويخليه وليداتو، مشينا عنده خسر لينا الموطور في دارو، حلف بيمينو قال لي طاكسي، حلف بيمينو قال لي هشام عندك البيرمي غتسوق الطوموبيل، خذ طوموبيلتي وديها لك. الرجوله ملي كنقول لكم يونس افاتار الرجوله ديال بصح، سالينا صافي ود البلاد كتوقف عليه كتلقيه. تحيه لاسيسمونا بيان سور، تلميذ الغزاله هي صح ماشي تلميذ، لان كانت معانا كتصور الجمله وداكشي، ومن بعد ولات كتدير كما كنت كدير انا وجيجي بخيسي. شوف كل وحده عندها المسه ديالها، جيجي جابت الكاميرا وجابت هذا، وكنا كاملين كنتفرجوا فيها. من بعد جيت انا خدمت مع رشيد، ملي خدمت مع رشيد البنات باش نمشي لكم دقه دقه، حنا جايين في الكلام. علاش كتقولي اتفقت على المعطيه؟ لا ما اتفقناش على المعطيه، انا عمري ما نعطي لشي بريستيج ابدا، انا كنعطي حوايج اللي وقعوا لينا بسميتو. انا جامي تعطى مع شي واحد، ما جاوني عروض في المعطيات الهاي، المعطيات اللي فيهم الملايين ورفضت، لان لا مجتمعي ولا شخصيتي ولا ثقافتي ولا عائلتي تسمح انني ندير معطيه مع شي حد. جامي عمركم ما شفتوني كنتعاطى، ملي كنتقلق كنقول شي حاجه والناس قالوا انت هزه وتحطها هنا، داكشي جو مونخو. دونك البنات انا ما متعاطى مع حتى شي حد، اتق الله عبد الله وغد تحجه به خويا عبد الله، داكشي تيجي دقه دقه، كاينش حاجه تجي طق تسميتو. انا هكا شخصيتي كده، اللي يحب يتفرج فيا اهلا وسهلا، اللي ما يحب يروح لحاله. فين غادي هو الماس؟ صافي صافي الصوت ناقص، لا صوت زوينه بنات، عزيزه والفنانه والقلب الكبير الله يحفظك ليا خديجه شوبينغ ماشيري، الله ياخذ الحق الحكيم. ايوا ناش عليك فنيونة جميلة الله يحفظك ليا الزين الغالي. وحده قالت لي داك النهار تاع غنسافر، قالت لي واش غادي معاك نيفك؟ اختي غندي معايا نيفي ونقدر نخليه، نقدر باش خليه نحيدو نحطو نمشي بلا نيف. قالت لي ما شاء الله الله يحفظك ليا، انت جميلة جميلة الله يطول لي عمركم والغزالات. وانت بلاتي جميلة الله يحفظك صراحة، قلبك البيض كان ديما ضدك، معليش حبيبتي. صندالة؟ كلشي في البلاكار بيض، حيت انا عايزة صندلي. كتعجبني ما كتحقديش تمكن، لا انا شوف انا صعيبة. زعما تيبقى فيا الحال ونقدر نغوت، ولكن غير تنسى. جيت بيا سلام عليكم ورحمة الله، جيت فيكم فنون الله يحفظكم البنات. اهلا بني صافا باهي شفتي لاباس عليك فيك الخير والله. الله سبحانه شوف كل واحد فينا فسحة امل حبيبتي جميله اسمع المسمى الرجوله الرجوله. شكرا الله يحفظك بني شونسيور ومن لا يعرفها راكي طب وجيجي حتى طب. شوف كيما قلت لكم اكيد حاضر دائما باهي معنا، فكيما قلت لكم مشينا وكنت كنصور. فانا في طبع ملي كنت صغيره انا تاويل كل حاجه في بلاصتها في النظام، انا دارنا كانوا كيسميوني هكا ديكوراس، كنحماط شحال سميتها ديكوراسيون والتاويل وكل حاجه في بلاصتها والتنسيقات. وهي كانت كتجي كتصور مع رشيد، كنا كنصور في سباس تركي الفوق، انا عندي البيرو، عندي بيرو الفوق ما كنبيع ما تنشري. نهار الجمعه تنعاون رشيد تمشي تندير تعطي واحد الساك هكا في النواغ القدام بوشيط، وكندير كنخدم مع الجمالات مع داكشي وبعيد على المحل، لان كان كيعرفني انا كما عارفين كيدراهم في لا هكا ولا هكا، واخا بعيد على الكاميرات ولكن الكاميرا هي الله سبحانه وتعالى تندي ديال الحب في لي. قلت لكم واحد المره الا طاحت نقول لي رشيد هادي ما ناخذ حليبات ما ناخذ كريم، ما نديرش كريمه ديال رشيد الا كانت محلوله، كيقول لي هادي شكون كنحل الحله تقول لي ماشي انا ضحى ضحى كتبغي كتبقى تهز داكشي وتبقى تلبق يديها ودير بارفيرات. انا ابدا نهائيا والو، واخا الحاجه ما تنديش انا هكا فهمتي مثلا تقول لي هادي واخا تخدمنا تقول لي لا ان شاء الله صافي كندوز هكاك، انا هكاك مربيه واخا ما عرفت شنو يكون. ايوا لا باش ما نطولش عليكم، المهم مشينا في البيبه ديالي وبقيت كتصور كنشوفها كتصور مع رشيد، وانا جالسه في البيرو ديالي جالسه في البيرو تنخدم لا ليفريزون، تنمشي تنقلب الكارطون تدير لا ليفريزون الناس اللي وصلت على كوموند تصيفط ليا الكادو ديالي ضروري تيخلصوني انا في الكونت ديالي انا ماشي في الكونت ديال رشيد، تيخلصوني في الكونت ديالي انا تيزيدوا عليها لا ايمه دي سنتيغرام ديال 3 سنتيغرام. اقسم لكم بالله يا البنات بدايه جميله اونلاين ما كاين لا جميله لا حتى حاجه. المهم الحبه ديالي بقيت يوم على يوم على يوم، وانا كنشوف ما كاينش يعجبني تنقول لها كنا كنجيو كنضحكوا كنهضروا داكشي شي مسكين كندير معاهم لايفات كنا كنبقاو نضحكوا انا وضحى وهي، انا خصني نخرج مع السبعه كنقتل 12 الليل كيفاش عرفت على جيجي. المهم لا بقيت يا كنتمنى انا طلع معنا اليوم كنبقى والله تعزت علي والله الا تحنا والله اختي انا هي قتلتها انا الاصله والباقي تخليها علاش باش نجيكم ايوا لا. وهي كتصور كانوا كراطن في المارو كرطونه ديال ديزارتيك كيف كراطن هي تتصور لاغيغ بلون الحمد لله. وانا نقول لها
كنت نقول رشيد رشيد نهار غادي يجي بريستيج ولا ليا باش نقاد لها غير انا كنموت على تقاد نقاد لها غير كنقاد لها داكشي زوين كندير لها الورد كندير لها داكشي في الظهر ديالي في غاتوقف ليا وياه كل فيديو والله شاد راه باقي رشيد عايش وهي عايشه تنقول لها شي نقاد لك لا ما تصوريش هذا صوري وانا داكشي ماشي شغلي وباقي ما عنديش قناه مي حب سبحان الله العظيم ملي كتبغي نفسك كتبغي الناس باقي ما عنديش قناه نهائيا ما على باليش قناه ولا على بالي ولا يعني في تفكيري ولا كنبقى سميتو نبقى نقاد ليها نقاد لها في غتكون في وليت انا كنصورهم ملي كنتخلصش عليها كنخرج مع السبعه قلت لكم خصني نجي عند ولادي كنبقى معاهم حتى 11 ونص دلي حتى 12 الوحده قسما بالله البنات فابور تديش معلقه صغيره المهم كتخدم تخدم تنصور تنمشيو ضاحكين ناشطين شبعانه كنمشي شبعانه كانني انا اللي غنتخلص انا زعما اللي غندير الكادويات وداكشي المهم اليوم غدا نصور هي وضحى ورشيد ونبقاو نضحكوا وهضر عليها ضحك عليها كنمشي هذه خدمتي انا خدمتي البيرو كنخرج من البيرو ديالي كيجيو عندي ناس جميله بغينا هاد لارتيكل كنخلي كلشي خدمتي والتليفون ديما انا هذا التليفون فدني معلقه ديك الساعه كنكلا التليفون معلقه تليفوني وكنخدم مع الناس اشنو كنت كندير جيجي مثلا تتبين لكم هاد لارتيكل كتقول لكم هذا فيه هاد اللون وفيه مثلا المارون ديال ولا الكحل باغ اكزومبل هاد البوشيطه كاينه هادي بهذا ماشي هي كتهضر على ضحى هي ديما كتجي كتصور وكتهضر على المرات تتقول كاين هادي وكاين الكحل شنو كنت كندير انا لارتيكل فيه مثلا باطوات فيه 40 لون كنمشي انا كتعيط عليا انت كتقول لي اش من لون فيه كنصور لك انت ونصور لهادي واحد المره نقول رشيد رشيد علاش ما نديرش انا نلقى القناه نسميها اسباس تركي ولا جميله اونلاين قال لي لا اسمها جميله اونلاين قلت لي شنو غادير فيها قلت لي غنديروا فيها لي زارتيكل اللي كاينين مثلا اللايف ديال جيجي اليوم انا غدا غندير لكم صافي ودرتها وبيناتني خديجه الله يعطيها صحتها وكانت المنطلق وليت انا كنهضر مع الناس شوفوا البنات مثلا هاد الباطو اللي وراتكم بارح جيجي راه هما اللي كيقولوا لي في سكريني ولا الناس ما كيبقاوش يبرطوا لي انا بزاف في لي كوموند ديالهم في هذا ولا الناس كيهضروا معايا عن طريق قناه جيجي بريستيج ولا كيهضروا معايا عن طريق القناه ديالي تبقى لونسات وكنت في اول لحظه بدات ديك فن ولا الناس شنو كتقولوا لي نتوما البنات الناس اللي عاقلين صحيبات يا اختي ولا تيقولوا لي جميله شوفي هضري علينا صوتك زوين بغيناك تزيدينا في ما تبقايش غير في اسباس تركي حاولي تخرجي تخرجي ديري هنا وليت كنمشي انا وضحى تنصوروا هنا تنصوروا هنا تنقدم حتى هي كانت عندها قناه الله يعطيها الصحه ضحى غزاله وسميتو صافي تما كانت الانطلاقه دونك انا كيفاش بديت مع جيجي بريسيس كنصورها هي كنصور مع رشيد وكنت كنقاد لهم البلان لاغيغ بلان وانا كنت اندمان انني نقاد داكشي منجيش نصور انا في داكشي ايوا صافي الكبيره ديالي واحد النهار اختي قال لها البانطو ديال راسها جميله وتبقاش تصور تبقاش تصور رشيد تما فين تكعرنا انا وياها تما فين نار الحرب ولكن الحمد لله شوف والله العظيم دوزنا اجمل ايام العمر اجمل ايام العمر وكما قلت لكم كنا كنتلاقاو في شي بلايص وكتنوض مناوشات وكنتخلط الناس بقاو نفخ هنا الله يسمح ليهم والحمد لله دابا حنا سالنا على عسل عقل على هادشي كله والله خديجه شوفي خديجه واش خديجه ديال الصلاه عرفتي يا البنات راه ما نقولش لكم راه شوف راه كنت اول وحده باش قبيله كنا كنهضروا على كيفاش صورت خديجه مع يونس افاتار وكانت مع حنان ام سال ومن بعد بديت كنصور معها انا وليت انا كنلبس انا كنحمق يا اختي وكنموت على انني نلبس لي زارتيكل ونعطيكم لي ديتاي ديال التيسيو لي ديتاي لي بيتي ديتاي اللي ما كانش خديجه كديرهم مثلا خديجه كانت كتلبس بعض المرات كاش كتلبس كتلبس فوق الافاتار ولا والله ما عقلت المهم دي ديتاي ما كانش كديرهم انا كنت كنلبس وكنهضر زوين يعني كنت كنهضر البنات كنحببهم في الحاجه واحد صاحبتي قالت لي شتي عفريت قالت لي انت بيضه تكون سوا درهم تزياد قلت لها 5 درهم شريوها يعني دي اسلوب الحمد لله ديال الاقناع عندي واحد اللباقه في الكلام هذه هي اللي قربت جميله جمهور جميله اونلاين او الجيش جميل كما قالت خديجه اسماء الرجيل غزاله 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 انسانه طيبه وعندها واحد الزوج تحطي على الجرح يبرى الجرح خويا نور الدين القلب الكبير الكرم الجود عائله الرجي اقسم بالله العظيم هذاك الانسان بوحده عاوتاني كنهضروا حتى كنعيا وهذاك هو هذاك وجه الخير نور الدين اسماء راه اسماء الامانه اسماء هي الامانه ما تتنش مسكينه ما تتنش نور الدين اجت تحشات مع عائله الراجي بزاف تخيلوا معايا رمضان كنفطر هنا كيخليو لي حقي تما ندخل يقول لي جميله بغيت تقلت لي خليت لك حقك ديال الله يرحم مراته والله نور الدين شكاهر هو رشيد لا والله تتاكلي والله تتاكلي قطر لك بعويده ولا يخليو لي حقي ديال لاطر الحوت حيت كنخليهم غير يردوها وكنجينا نفطر في الدار ونرجع دغيا مورا الفطور كنت كنحب دوك الناس خدمتي هذا هو الجميل جميل اونلاين اقسم بالله كنت كنحماق على خدمتي ما كنديرش ديك الخدمه العربه وزويه ما تبغيهاش وكما قال جيجي بريستيج البارح الناس تعلموا منا يعني تعلموا كيفاش الطريقه ديال اللبس فاللي ما كتبان جونغ كلمه الحاج جونغ العثمانيه هي الاولى ومريم شانيل الثانيه من بعد جات كلمه الحاج تفكروا بزاف ديال البنات خويا اسمحوا لي ما ذكرتهمش تعلموا منا لان كانت شوفي انت كديره شوفي انت كديره شوفي انت كديره دوك الانتقادات قالت لي انتقوا معايا البنات وهضروا معايا وقالوا لي زعما تعلمنا منك يسرى بزاف البنات قالوا لي حنا تعلمنا منك جميله وتعلمنا منكم ان الانسان ما يبانش البومي ما تبانش اختي ما يعرفوك اختك حلوه ولا خضراء ولا صليبه غير ديات ما شاء الله تبارك الرحمن ضحى كان عندها مشاكل كبيره ضحى الله يسهل عليها كان عندها ظروف البنات شوفوا ما عمركم ما تثقوا راه الكاميرا كما قال خويا نسبة في اللايف راه الكاميرا راه حنا كنجيو كنضحكوا كتشوفوا جميله دائما ضحكه كتشوفوا خديجه دائما ضحكه كتشوفوا العثمانيه دائما ضحكه كتشوفوا مريم دائما ولكن شنو خليتي انت هي من مورا من قبل ما تحلي الكاميرا اقسم بالله العظيم لو همنا يتحط على البحر لو همنا يتحط في البحر يغرق بالثقل ديالو لو هم جميله وهم خديجه وهم راه حنا هازين هم هازين هموم هازين مشاكل يا المولى الى الله سبحانه وتعالى راسنا حتى بعض المرات كنت كنمشي عند الاخوين في قصر الزموري تيقول لي جميله كتجي كندير
سخانه ميته ميته تشعل الكاميرا. السلام عليكم حبيباتي الغاليات، اش اخباركم؟ وانت راهي لا يعلم بك الا الله، ماشي تمثيل وماشي طنز في الناس، لا ابدا، هذه حقائق. لان انت اللي كتفرج فيا وانت اللي كتفرج فيا، ما عندكش باش غلكش انت، نكون انا مضربه مع راجلي، نكون انا مخاصمه معاه، نكون انا مقلقني ولادي، نكون انا تسرقت لي شي حاجه، تفرقعت عليا البوطه في الدار شحال من مره، درت كسيد، داكشي انت باش غلكش، انت شغلك انك نقدم لك الارتيكل. فمن خلال التعليقات السلبيه اللي كانوا كيجيونا حنا شنو كيديرها، شنو ما اكثرهم. انا راه ماشي تابعه، انا راه تابعه الخضراء، عمركم سمعتوها تابعه الخضراء والزرقاء والموف، علاش؟ لان بارطاجيت مع الناس كيفاش تحقق حلمك، كيفاش تبدا من الزيرو. انا ما كانش لاباس عليه الله يرحمه، المهم ما لاباسش عليها. انا من اسره متوسطه جدا، تناكل خبيز وزويته وزبيتنا كحلين في الصباح وخبيز ديال الدار وعسنب عديسه وبيض مرقه يعني من الناس البسطاء جدا. فخديت عاتق على كتفي انني غادي 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 نهز من عائلتي شويه، فهمتي؟ غنصوب ما قدرت عليه، جريت. خاصك تبقى ايجابيه ومن كتاكيت لا نسى منى، منى لا بالعكس، منى 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 كاينه جيجي هي الاولى، انا الثانيه، منى الثالثه. هادو ما بدون فهمتي، ما يقولش شي واحد شفتي يقول لك شتي انا كنت كندير لايفات، قبل كي كندير لايفات كنت جميله اونلاين، كنت كندير ثلاثه لايفات في النهار كنطير، ولكن الانسان تاعي سي نورمال، الانسان تاعي وتتخلي عليه واحد اخر حتى هو غير ما يمكنش. انا وجيجي كانت عندنا واحد القضيه سيكو، باش نكمل الهضره باش ما تقطعونيش عافاكم، نكمل لكم بعدا قلتكم تاخذي على عاتقك انك غادي تبدلي من المستوى ديالك، بدات المستوى ديالي وبارطاجيت مع الناس. الناس كيقولوا يمكن هذه واقيلا كتصور شي مليون في النهار، الحرام داير الطوموبيل، الحرام داير الدار، الحرام داير العين. حق نوصيك بنتي ونوصيك يا اختي اللي كتشوفي فيا، شريتي طوموبيل طم، شريتي الدار طرت لم، تشري ذهيبه باكيار، تمشي للعمره ولا الحج سدي على بنادم، تركبي اصلا موعد تقول لها واحد عندك يدير قصتي وياكي. الناس ما كتقولش ما شاء الله وتبارك الرحمن ومسكينه، راه كتضل مسكينه كدردك، راه كتضل مسكينه ما قبل من الصباح حتى الليل، لا حرام كدردك بحال العود. كنت عياش انا، هادشي سمعت بنيه كنت عياش، كنت تقاديش تضلي تجري. عجبكم الحال؟ صافي اللي بقى دبره فضل انا كنجي، قسما بالله البنات ما بقى عندي كاع الخدمه، قسما بالله ما نكره يكون شي بيت مظلم ونبقى داخل عليه صباح مساء. هادشي كنقول لكم راني حسب الله شنو عظيم، وانا كنت فاهمه والله الذي لا اله الا هو، حتى شدي في يا ما كرهت نسدني في شي بيت، مقعد من الصباح الليل ما باغي نشوف حد، ما باغي نسمع حد، ما باغي نهضر، ما باغا قمه الاكتئاب. ولكن كنضحكوا تضحكي بزاف منك، تضحكي خاصك تضحكي، دموعك في عينيك كنتي تضحكي، لازم الدنيا والاخره ولكن تضحكي بس نورمال، الناس تتفرج ما خصهاش تحس بالطاقه السلبيه. tu n'as pas droit تبكي ويلي قداش قلتي تفرج في العديه اللي شفتو فيك اختي. داكشي باش قلت لكم انا حسيت بخديجه، حسيت بها بزاف، وحسيت بالمشاكل اللي وصلت ليها من ستريس، من الخدمه، من العين، من التبعه. والله الا ديك الايام كانت زين، الله يفرجها عليك وعلى اي واحد تيشوفنا، وراه ما كاينه شي وحده اللي عايشه بها علاش غير باش زعما بريتغ فرونش، راه ما كاينش وحده اللي عايشه تضحك سعداتك تضحكي تتقيني تضحكي، هذا كله انت الطاقه الايجابيه. الله يا اختي بصح نهز معايا حجر هز الكعبه فوق راسي باش نبقى دائما ضحكه، اللي حدا الكعبه ولا خصك تضحك صباح ومساء. دونك نرجعوا فوالا، كل مهمول الله يفرجها كما قالت بمامس، هاد الوقت كلشي مهموم. 2024 دخلت للناس بالهم وبالغم، اقسم لكم بالله البنات، ورات للناس الحزينه، الناس كتعيش فواحد الاكتئاب لا يعلمه الا الله. نرجعوا للزين ديال جيجي بريسيج، ما فين الناس ما داخلاش معايا انا غير ما تنقرا فوالا. الثمانيه ما شاء الله لا تهي، ولكن كما قلت لكم فضلوا انهم ما يبانوش. ونرجع لكم النقطه المهمه اللي خلات ما شاء الله تبارك الرحمن الناس يطلعوا بسرعه، طلع الصاروخيه ديال 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 البنات شنو هي. نصور معك انت الصباح، نصور مع الاخر مع 12، نصور مع الاخر العشيه، ما عنديش مشكل، فهمتوا؟ حنا كنا وفيات، كنت مثلا جي بريستيج كانت مع رشيد، ولو يجيها مع شكون ما غاديش تصور مع الاوان قليل، شي اوان اللي كتخي داكشي البريستيج الغالي تقدر تصور معاه شي حاجه. انا مثلا كنصور مع ياسين بكيو، ما يمكنش نصور مع شي واحد، جاتني وحده والله العظيم راه كنت درت لها كومونتير كتصور مع دنيا باطمه، كتصور مع اسماء سميتو اسماء بيوتي، كتصور مع لي ستار الواعرين، قالت لي جميله غتخدمي معايا جلالب غتخدمي معايا كذا كذا، ولكن بشرط. قالت لي ولكن واش يدير ذاك الوقت؟ لا ما نقدرش ذاك الوقت، انا موعده ولدي، سمعوا مزيان، انا موعده ولدي ياسين انني جامي نصور مع شي واحد اخر، فهمتوا؟ الا كنضحكوا البنات ماشي كنضحكوا فوالا يا ربي تربيها. لا ماشي ما عندهاش الزهر البنات، قالت لي جيجي كانت هي الاولى ولكن ماشي ما عندهاش الزهر، لا واحد يخاف على راسه. تخي بيان تخي بيان، كلمة جيدة جدا، وما عمرنا ما نشفها وما عمرنا ما نقول ويلي كانت هي الأولى في الآخر، لا 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 لا، شوف مية دوارة الصمتة كتضرب بالزربة، واللي كيقول أنا راسي ياما الناس قالوا ما عرفت شناهو في الآخر، طاحو طاحة خايبة. نتاجي الحمد لله راه ما طاحت والو، راه باقا بعقلها، باقا بكلشي ليها، باقي مداتها، باقي الزوج ديالها، ولو راه الناس طلقوا 400 مليون مرة ورجعوا، داكشي غير هضرة وكلام، إن شاء الله كلشي غيتقاد.
فوالا عندي قالت لك واحد البنت والله اختي ما عندي لا قالت والو بنادم حاسدك على والو. شوف الناس كتحس كاع ضحكتك، الناس كتحس كاع ضحكت. واحد المره كنت كنصور مع السيده ديال مينيمون اختي سيام عبد الله، وشي سيده برا قالت ليها اختي انايا حاسدك على حاجه وحده، عرفتي ما تبارك الله ما شاء الله لو وقفت حدايا ما بقاش باين انايا، ملي باين هذاك ما شاء الله تبارك الله طول وعرض ومريضه مسكينه ما كتقدرش تفوق. شتي ديك الوقفه اللي كتشوف راهي كتسالي ديك اللقطه ركابي كيضروا هاد الظهر ملي ما تيقوش راه الكاميرا راه مصيبه يا البنات. فو جامي كخوا داكشي اللي كتشوفي فيه راه سانا غير هضر على غيان لا غير دي سو اوتر شوز. قالت لها غير ديك الضحكه اللي كتضحكي انت وراجلك نعطي فيها مع شحال عمري كله. قالت لها عندي الفيديو عندي عندي، ولكن هذيك الضحكه شي حاجه يا راه ما عارفه. قالت لي حنا ماشي ديما ضاحكين راه بنات كتجي كتلقاهم كاعيين مضاربين هذا هو حنا ديما عايشين الحب والحنان حنا ديما غوز راه كاينه موف كاينه نوار كاينه كري كاينه كري طاب كاينه طوب كاينه نش كاينه عقرب انا سي با لي جوغ كاملين بلان دامو لا. دونك الله يفرج عليها هادشي اللي كاين. يلا اسيا اسيا كانت جميله سلام اختي بالله هادي شحال الله يحفظك ليا انا جميلة والله زمان انا كاينه البنات. يلا صور دابا مع حنان جوديا اختي حنان. لا بالعكس ما عندها مشكل مع حتى شي واحد. الناس اللي كتقول هربت بالشيكات ولا ما عندها مشكل مع حتى شي واحد. هربت من المغرب طجات ماشي هربت طجات الله اعلم شنو كان. حنا ما غاديش ندخلها في حياتها الشخصيه، ولكن السيده بلان عمرات تتخوي في الكاس تتخوي 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 قرا عمرات بلافوني كان عندها دو شوا يا تنتحر يا طج طجت من حق اختي. شنو تمشي تضرب الله سبحانه وتعالى بعدين خرجت راه واحد النهار ترجع من تحت الله يحضر لا دنيا لا دين انما على العسل يسرى تخي بيان فوالا. كان متخبي ولد ويز زمان العيالات قالت لكم ساره ما تبقايش فرح هنا فرح هنا فرح هنا واحد النهار غادي تلقاي راسك زيرو درهم اختي. ما نقدرش نقول لك والو على كيفاش مارين اختي كيفاش ولادها داكشي. انا سي با كونسيرني داكشي كيبقى ديالها حياتها الشخصيه ما نقولوش لها هذا الكلام لان غادي يضر في قلبها. حنا بغيناش الضر انا بغيت نضحك انا كنبدل الله باش نضحك انا بغيت نضحك وتفكر يامات زمان وتضحك ما بغيتهاش تقلق ما بغيتهاش. هي ديما كانت تقول واحد الكلمه كانت تعجبني وكانت تفقسني ميم طون تقول لي انا الاصل والباقي تقليد كانت تقول لي حيت كنت غير انا وهي ما كنتش غدا انا الاصل والباقي نحن الاصل والباقي تقليد كنت بالي البارح في الكومونتير شحال ضحكنا يا ربي اسمح لينا والله شحال تعايرنا شحال تعاطينا وياه. وقلت لكم كنا كنصوروا كنا في ديال الناس اللي معانا فالبنات اللي جاوا عاقوا بان شوف ما تكونش في ديال مع حتى شي واحد. نصور الصباط في ضرب في ضرب عمر انت طلميطة في ضرب طلمط في ضرب عمر نصور في محمد طلمط نصور في تشارك طلمط نصور انا طلمط. هي مسكينه ما كانتش كتقدر ملي انا عاقت وليت كنديرها بديت كتعيرني بدا اول معيوره ديال جيجي بقيتي تموت على الضحك. هي العناوين بالدارجه كنت انا كندير الهوته لما على الفابور كوكوطات فابور حاجه كنكتب وهي كتكتب الاواني المنزليه داك الملابس الايطاليه انا كنكتب سوربيطات قميجات كنت اول وحده كدير عناوين بالدارجه هي جميله والله الوقت بيدو كيزري معيور من عندها معيور الشحط ولكن والله بكيت كتعملني كنت كنتسوق انا غير هذيك تغرب حق بن الله يصافي صافي ايام زوينه ايوا بقاو فينا ولكن هيا جات ويلكم حبيبتي اختي جبت فيك كتبان شفت فيك جيتي فيها جميله غدا ندير عليك الله يجبتيني الحب كل الحب لصديقتي العزيزه والله والغاليه خديجه كلنا خديجه كلشي كتب اجا كتبوا لي حتى حاجه كتبوا لي كلنا خديجه 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 كلنا جيجي بريسيس في مصر طلعت لايف ديالها والله ما كرهت انايا تطلع تدخل معايا اونلاين بقاو انا وياك هكا طق 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 ولكن ان شاء الله بالخير ماشي بالمعاطيه. مرحبا بك خديجه والله سبحانه وتعالى يهون عليك والله يخليك وليداتك وان شاء الله قريبا جدا الفرج غيجي والله. كنت كنهضر على الايام الزوينه اللي كنا كنتعاطف فيها انا وياك وكيفاش كيفاش كنت كنصور عند كنصورك عند عند رشيد وكيفاش كانت الخدمه كيفاش كانت الخدمه ديالي انا وياك كنا سانسير للناس كنا 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 دي فان كنا دي بلوغوز وبنات اللي كنا كنديرو خدمتنا بنيه وحده وحق الله العظيم كنا كنخدمو بنيه وكنا الا خدمنا مع واحد الانسان ما كنعرفوش نخدمو مع شي واحد اخر. مي دابا ما بقاتش هادشي فهمتي البنات عاقوا بان داكشي ما خدامش. نسيتي الحادثه رجعي الله اختي بنتك انا حاطه الفودكا خليني ساكته تخرجي مني شي حاجه معايا سيري بعدي مني قلبي عليا سير اختي مرحبا بك وادي سيري انتي رجعي الله انا الحمد لله كنعرف بينهم بين الله سبحانه وتعالى مزيان اللهم لك الحمد. انا اختي بنتك حاطه القرعه ديال الروج هانتوما دوك الايام اقسم بالله دازت بينا وحق الله خديجه اختي الا كانت ونعم الايام دازت عليك ولا ماشي دازت عليا انايا انا دازت عليا ديال بصح اختي غير كنعاود لهم كيفاش كنت انا وياك كنخدموا. تحيه لجميع المتابعين الاعزاء جيجي بريستيج الله يحفظكم كتبوا لنا جيجي مؤمن مصاب هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. وشوف عمر انسان يبقى يقول هضره تاع انت كذا انت كذا كل واحد يشوف راسه كل واحد يشوف راسه كل واحد يقلب بجنابه قلبي بين ولادك قلبي في مريواتك قلبي في شغلك مع راجلك مشاكلك مع عائلتك مع عائلة راجلك فوالا. شكرا بزاف سناء سناء اللي قالت لي هذه هي الحقيقه اللي من الله يحفظك. حاولوا تكتبوا كلنا خديجه صافي فرحوا هاد السيده هي معنا دابا فرحوها
انا والله ما كنت غندير لايف ولا يلا دخلت ولكن قلت والله تنديرو بغيت نضحك البارح راه عييت ما كتبت لك المصقوعه في الكومونتيرات غير باش تضحكي قلت لك انا راني جايه عندك المسرى غير باش تضحكي شويه ونفوجو كلنا خديجه كلنا جيجي بخيتيش الله يطول عمركم ويعطيكم صحتكم كلنا خديجه خديجه في مصر وانت باقا معنا في المغرب ويلي البارح حتى ما قريتيش اش كتبت لك ويلي 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 فاش قلتي لهم ماليناش عندي تبعتوني قلت كتبت ليك عرفتي شنو كتبت ليك كتبت ليك عندك عندك المطار سميتك والطياره حتى همايا كلنا خديجه كلنا خديجه الله يحفظكم شكرا سعيده راجي شكرا سميره شكرا هدى خديجه شرب الله يحفظك شحال بكيت معاك في المود ديال راجل اختك والبوطه ايوا الله يرحمهم اختي الله يحفظك خديجه عافاك لما قوليوش انت خديجه ديال الله يرحمك الوالدين خديجه شوفي ضروري ما تجاوبيني دابا كلنا خديجه قالك لي ما عندها خديجه تكتبها في الحيط شوفي اختي كتبيها هنا فكرتيني حق حيد حيد شوفي انت وحده ما تكتب قطع الزي خليها هي تكتب وحده وتجاوبني ها انا اختي طلعت لك بلا فلتر ايوا شوفي الله يعطيك صحتك واخا انا عوره يلاه اختي هانتي اختي نحيد الزيف شوفي شعري ولا بلاش يلاه ردي عليا يا قلتي لي البارح يا اختي انا كنتحدى يلا طلعي 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 اختي درت غير فراجه والعكر او بينا حكا صابط لي بنتي يلا بالزربه اول مره شفت اللايف ديالك عجبتي ما كرهتش نشوفك الحقيقه على انا فين كاينه ام غدي هذه الحقيقه المره اختي راني تجلدت بلاتي خليها تجاوب انا مزاوي خليها نشوف اش غتقول عاوتاني العار لا ما جاوبي هي كتضحك مسخوطه جاوبي لا جاوبي دابا ودابا انا سميتك مرا عمر مرا جاوبيني قلتي لي البارح انا اتحداك مازال ما كنديرش 10 كيلو المكياج بحال كنتيا وندير داك البينو ها وندير داك العكر غوج يلا بالي يلا بالي بالي داك سميتو الكونسيلر داكشي ما كنعرف ليه والله ما كنعرف ليه كندير الفراجو كندير الفراجو اللي كندير هنا ولا كندير فوق عيني كندير لي طران وندير بينو يلا بالي انا تحديتك اليوم بغيت ندير لايف لايف وديما كندير لايفات الحمد لله بلا فلتر الزيت جميله ايوا اختي شدي عليك هادي قال اعوذ بربي الفلق صلاة سلام على رسول الله قول اخويا قول الى جا الى جا سيدنا محمد قول اعوذ بربي الفلق الله معجل علي يلا اختي باش تقولي ليا ديري طلعي بلا فلتر تحداك انا طلعي بلا فلتر يلا بالي يلا اختي يلا الحمد لله يشرف الله سخوطه شوفوا قال جواب دبلوماسي باش ما تعيقش عادي ولكن ضروري فاش ندير تجميل في تركي انا وياك اه صافي اختي واحد صاحبتي خديجه غادي خليها بيناتنا بشويه ربي يكون تراجع خرج انت من هنايا بغا نقول واحد الحاجه عندو سبع سنين يلا سير بوكس تسع سنين سوري قالت لي قالت لي مشيت لتركي مشيت واش من تركي مشيت الرباط قالت لي عاود راسك عاودت راسك كامله من راسها حتى رجليها عرفتي كي خرجت يا خديجه خرجتها وانا مشيت ديت كنقلب في التليفون واش داكشي حرام اختي لقيتو حرام ولا لا والله داك قالت لي درت الطبيب ها كما ربنا خلقت انا قالت لي درت هوك عرفتي تبارك الله كانت والده عندها الكرش مبطبطه بحالك وهي تبارك الله عندها الكرش اكثر منك عندها الكرش وهذا ما كايناش وهذا هذا الطحو هنا كافي مع رضاعه حنا هي طلعت قالت لي درت بحال هكا هو يقول لها شنو الفورما بغيتي داك اللغه ديال ماما زعما واش قالت لي شوف دير فيا اللي بغيتي اقسم لك بالله عرفتي كي رضا واه يا مامتي والعداوة البنات نعاودش لك ردها ها 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 وانا ندخل الانترنت قالت لي شوف انت غتعاوديني فيك غتعاوديني فيك غادي تخسر واحد 75 مليون خاطر شي واحد اخر ودخلات اختك ما نكذبش عليكم عيبنا واحد اختي نقولوا لك دخلت التليفون نقلب واش حلال ولا حرام لقيتو حرام وانا ندير فرين امان وانا نخلي بارك عليا هادشي قسم الله تلاقيت الله حدك جديدات الخدمه اش اخبارك اختي خديجه اختي اش نقول لك والله الا يديتها بالخير وصافي والله ما كرهنا كاملين نهار بنطيب شي قد بدي اصبر شويه البوتوكس والخيط بركه صافي البوتوكس والخيط لا لا انا ما نكذبش عليكم انا بغيت ندير بغيت نحيد هادي شفتوا هاد اللعيبه عندي هنا هادي هاد الطاق المزدوج يجي يجي بحال هكا ولي 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 عاد بلبس راجل بحال هكا نمشي بلبسات يا ريحه ورا خلاتها خديجه الباب كنديري بحال واش ما يبانش الطاق المزدوج ماشي بزاف شويه ها انتم البنات ها شفتوا هاد شويه هذا يكون بحال هكا ولي بحال الدنيا باطمه تكون عندي تكساس قسما بالله لا تعرض عليا داكشي نديرو فابور ورفقت خفت اختي نكون حرام انا ما قد اختي اتبرزيت الضربه زوينه اختي عمل يدني فما درتوش اختي راه ساد مصغره باش ما تعيرنيش خديجه اما هو لها الحقيقه ديالها نشوف شتو ها هو باقي شتو هاد اللعيبه هادي هنا ها انت خديجه نيفي شتي عوج حيت عارفه غتشدني منهم لا شويه دوتك في الخضر صافي كي جاتك الضربه اختي كنعاود نخرج من خرجت على السيطره منصف ما عرفتش شمال ولا راجل هذاك راه الشرف اختي الشرف اللي كان بحال هكا مزيان ملي توصلي 50 عام نتشافوا انا وياك تكون توصلي 50 عام وتكون عندك الروح المريحه وتبالي ما شاء الله جي جي العين مسكين والله ما كذبتي كتبقى غزالات بجوج الله يحفظك هميزة وعروض الله يطول لي عمرك اختي صافي بعدا لاباس عليك اش اخبارك كل خديجة الحب الله يحفظك انا من امريكا حبيبتي ما جاوبتنيش خديجة لا لا خديجة كنت كتخدم عندك وراجل كسيشة متتبع خديجة ديالك من ايام قصر يا الزمولي من الحريزي دابا سيدة قناة واخا باقي مصيرة كنحط لك اللايفات ديالك ايه ما شاء الله تبارك الله دابا ندخل عندك خديجة شوبينغ نشوف بس ما ندخل عندك اكتيفيتي صافي دابا ندخل عندك عندي الكازين ديالي ما ديري والو اختي انت بعدا راكي رجعتي من الموت لا ما ندير والو كنحب نشوف انا عاود انا كنعاود انا حليت لكم قلبي
وكما قلت لكم هذا اللايف خاص بخديجه، خديجه الانانيه، خديجه الاصل والباقي تقليد. دابا شحال الفوتوكوبي عندك؟ عقولي دابا شحال الكوبي عندك؟ كنت عندك غانا ما حمدتيش الله، دابا مشيتي فيها خديجه رتي. العين والتابعه، انا وياك تابعه الموف والقرونه والصفراء. انت خلاص، انت ماشي تبعاتك، انت راه كيف تبعاتك. شوفوني بديل العوج هكا، عندي ان شاء الله العمليه قريبه، باقي ما حددتش نهار. اه والله البنات شوفوا قراءه القران اكيد. واش عندك 50 بنت 76 بحالي؟ الله يحفظك. واش درتي الحجاب؟ شوفوا البنات، انا ملي جيت من العمره درت السيف، درت الشال، يعني محافظه، فهمتي؟ محافظه كندير الشال ديالي، وخا سمح لي نورمال خصني ندير بحال هكا، خصني ندير ياك اذا انت ضربه. ولكن غادي نديرو، وخا شي مره نستقل، راكم عارفين حنا العيالات، انت معروضه لهذا العرس، انت معروضه لهذا، انت حيدتي الزفانه، انت درتي هذه، انت درتي هذه، باش داكشي باش نخلي شويه مره بان شويه عمق، مره يبان هكا. واحد ان شاء الله ندير الخمار، غادي نسد على كلشي. الله يحفظك يا قلبك، ديال شفتك مع حنان مؤخرا جودي شوبينغ، حتى هي كنحط لها اي خديجه شوبينغ الله يحفظك. وانا خصك ما كتحطيش شي حتى ما حطيتها، ماشي مشكل. شوفي كنت عندها قبيله وصورنا واحد الفيديو، راه عرفتي شموش ديال الضحك، يلاه جيت عندها والله العظيم فرحنا اللي عوج. والله ما عرفتش شنو نقول لك، يمكن الله يحفظك. مرحبا بك الزين. شوفي حنا، انا من الناس اللي كنفرح باي حاجه كتزادني، ملي كتزادني واحد ديغيد في هاد البلاصه، واحد ديغيد كنفرح، ماشي كيضرني قلبي ولا كنقول لي انا ما نورمال كنخبي، انايا نخبي كاع وجهي ندير لكم هكا تبان حتى حاجه. علاش اختي؟ علاش اختي؟ اي حاجه تزاد في عمرنا بالعكس عاد كنزيدو نختارو كثر، عاد ما كنزيدو كنزيدو تفهمي الحياه كثر. كل حاجه عطاها لنا الله سبحانه، الشيء بشويه ديال الشيء اللي كيجيني انا حتى هو زوين، اش نقدر انا كنصبرو، فهمتي؟ علاش؟ يعني نخليو كل حاجه، نخليو داكشي ديال الله سبحانه عطانا، نخليوه كل حاجه زوينه في حياتنا. غنبقاو شويه شويه نتكمشوا ونشرفوا، غادي نضحافوا، غادي يهبطوا ناخذونا، اما فيا ما ندير بوتوكس عندكم فابور. قسما بالله راه طبيبه عندي، واحد طبيبه في تادله في خريبكا، واقيلا ما عرفتش فين كاينه، واحد صاحبتي واحد متمكنه تبارك الله طبيبه معروفه، قالت لي جي ندير لك فابور، قلت لك تعطيني فيتامين سي ولا شي حاجه لوجهي اللي تعطيني نظاره. اما دقنا دقنا ما بغيتش، زعما ديك اللعبه ديالها جريت بالي صغيره، ملي خصني نرجع 24 عام 30 عام انا صافي في 50 الحمد لله، اللهم لك الحمد. اختي حرام ما شاء الله عليك، اكا اكا تروح زوينه وكد. الله يحفظك، الله يطول عمرك اسلم اختي. مرحبا بالشرف الا كان من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون الحمد لله الصحه والسلامه وكل العقل. الله يحفظكم، راه كتشوفوا دريات عندهم 14 عام خارج الزنقه، عريانين خارجين الزنقه، مساكن ما لابسينش حتى الملابس الداخليه ديالهم. فالله يعطينا، الله يخلي لنا عقلنا ويخلينا صحتنا وسلامتنا ويخلينا والدينا ويخلينا محاطين بهذه الاسر الجميله، والله يفك الازمه على كل من هو واحد. وهادشي اللي كاين ويا والله الله يسمح لينا، انا والله ما صوبت ندرت قلم ما نصور. دونك شكرا بزاف لاختي خديجه، الله الا كندعيو معاك من قلب قلبنا، عرفتي قلتها لامي، قلتها لاختي، قلت لهم شوفوا فين ما تصليو دعيو معاها، وحق الله العظيم قلت لهم راه سبحان الله صحتي جيت كنسيش كيعرفوك دارنا، قلت لهم عافاكم دعيو مع خديجه حتى نتوما بغيتكم دعيو معاها، وان شاء الله شوف راه كل ازمه كيكون وراءها الفرج. تاكدي يا حبيبه ديالي ان كل ازمه، والله كنت باغا نهضر معاك البارح انت كتهضري وانا كنضحك كنكتب ليك، ولكن ما تشوفيش لي كومونتير كاملين فما تعاوديش تبكي، والله لان بكيتي لا كاملين. وتحيه لكاع الناس اللي كانوا معنا داك النهار، قنوات كاملين باش ما ننسى حتى واحد، كلهم تبارك الله ما شاء الله متمكنات، كلهم ان شاء الله مشاو في الطريق المزيان، والحمد لله حنا بوغ لانسون حنا باقيين معاهم الى ان حتى لواحد النهار سي نورمال، وحتى هما غيجيو عاوتاني واحد الجيل اللي غيمشيو هما ويمشيو حنا ويبقاو هما، وعاد يجي واحد الجيل اخر يمشيو هما، وهي غير هي سلسله اونشيني، كل واحد تيهدف وقته وصافي. تنزادنا خبره بغا تنختارو، تنختارو البنات بحال الحليب اللي كيكون باقي جاري شويه، ما كيتعطل هو كيختار، هو كيختار كيولي جبن، كيولي عاقد، كيولي بنين. فوالا والله الا مرتينا جيجي كما قالت البنت، قالت لك مرتينا خاطرنا، ولكن هذه قسمه ونصيب، ما يمكنناش نشوف. عسى عسى يكون عندها خير في هادشي اللي دارت، راه قالت الله سبحانه وتعالى تيكون واقع هنا، يكون في هاد لافاس هادي، وهنا تيكون شي حاجه خايبه واقفه. فحنا كنقولوا تنقولوا علاش علاش علاش، ولكن هي راه الله سبحانه وتعالى ما بغاناش نشوف هادشي اللي خايبه. قالت لو طلعتم على الغيب لا خسرتم الواقع، داكشي باش ربي عطانا الواقع، اذا هاد الواقع اللي هي فيه خير لها ام احسن. الله يحفظ دير في راسها شي حاجه، اي واحد انا ساكته من طرازيه، الناس كتعرف من كطريه، الناس كتنجحر، الناس كتشعل راسها البوطه، شحال من مره كنت كتصلي ومزيانه غير القنيطره ديال نيامو سيدي، مشات غير على قبل شي مناقشه مع شي قايد ولا شنو، خوات على راسها وحرقت راسها، مع انها كانت طيبه وكانت هي الوعيله ديال عائلتها وهي راه. شوف الله يعطينا كما قلت لكم على العقل، وانا نفضل ان انسان يخرج يهاجر كاع ويمشي ويغبر واحد الشهر ولا عام كاع ويرجع، لانه باقي في الحياه، باقي الله سبحانه وتعالى ربي كيبغيها حيت خلاها. لو انها كانت تمازيغت جيجي هي نسخة من الملايين ديال المغربية المقهورة، تخي بيان والله إلا أحسن كومونتير والله العظيم، تمازيغت قالت لكم جيجي هي نسخة من الملايين ديال المغربية، ترى شي قلت لكم قبيلة المقهورات والمستضعفات، غير كل وحدة وطاقة الصبر اللي عندها وكل وحدة ونوبتها. الله يعطيك الصحة أتمازيغت، الله يعطيك الصحة على هاد الكومونتير، والله إلا أحسن حاجة. غدا ندير لايف على جميلة، مرحبا جيجي ديري عليها الشام خليتك عاجبها الحال، ديري عليها ديري أختي والله إلا ديري، غنطلع أنا وياك لايف، باش اللي قلتيها لوحدك البلاصة بقرق ما نعطلكش.
قال لك الضربه اللي ما تختي تقوي واكيد يجي غادي ترجع ان شاء الله ترجع اقوى من هكا. نجاوبها نزيد نرد لاتي انا اختي ردك اختي برك دابا اختي وها شابو ديالك اختي ما تردي لي ما رد لك انا اللي اختي شي خبر لك ضحك نشوفها كتكون قاصري مرمره كتسلم عليها الله يحفظك والله الا الله يدير لك تاويل الخير. مرت البارح اكيد حبيبه ديالي ولكن شوفي كيما قلت لك حنا بغيناك نشوفوا جيجي قويه بقاي اختي شوفي والله الا شي انا كاع ما كندخل بزاف الله يدير لك داكشي ولكن قلت لك انت باش بقى كل مره فيك كندخل واخا كنكون جايه شحال طمي كنقلب كنخاف تسبقيني وكنكون ما دخلتش بكري كنبغي نشوف كنبغي نشوف اخبارك سميتو ماشي شمته فيك اعوذ بالله من الشيطان والله العظيم محبا فيك بغي نشوفك ضحكه ملي كتبكي راه كنبكي معاك والله حتى كنبكي معاك قسما بالله راه كيقول لك نورتي دخلتي التليفون طلعت الفوق ديالها خلينا خويا جيجي مسكينه نتغبن والله العظيم انت كتبكي وحنا كنبكيو انت كتفكري بنتك وحنا عايشين معاك للاسف تما اي لحظه عشتيها في مصر حنا عشناها معاك انا كنا يونس انا البنات كلهم اللي كانوا معاك اسمونا ما شاء الله عليها كريمه الحاج مريم لا كانت معنا العثمانيه غزاله بريستيج نسيتها غزاله بريستيج واكيد ميزات وعروض والفنه وتبارك الله من البنات كاملين كانوا معاك فكان بصراحه داك النهار من اجمل اللايفات اللي كانوا والله جيجي جيتي فينا بالضعف بلا مكياج جيجي دي مغزاله والله هي كتهور هي مهوره راه كلشي كيعرفها هي في البلاصه كتزبالي ضحكت شي كيما كتقولي حدا هي ناري واه يا ناري اختي هانتوما شاهدين شحال خدمت بنادم قلب وجهه فاش طاحت المشاهدات شوفي جيجي الحمد لله حنا كنا معاك والله العظيم انا زعما ياك شوفي انا قلت لك مريت كنا في اوج زعما كنا مخاسنين ما كنهضروش وما عمرنا خاسنا بصراحه فصفص ولكن كنا غير هكا معطي ديك الزويونه ما كناش كنتهضروا بكلام خايب ولا ماشي هادشي اللي ولا دابا معطي الفاحشه ولكن كيما قلت لكم ملي كتشوف خوك في ازمه ضروري غتمد ضروري واخا انا كنت عارفه كنت الازمه انا عرفتك ما تعقل عليا ضروري ما نعطيك اختي ضروري ما نعطيك راه شوفي داكشي راه في الدم داكشي في الدم اختي غير العاقصه الداخليه تيتشفى واجيجي وكل دار فيها قاع الزيت معلقه وما عرفتش كيقول في داك كل زبيبه كل زبيبه في قلبها عود نتوما قولوا الكلمه الثانيه الشامي خضر في عيونك جميل الله يحفظك صافي دخل بعد انت اش واقع لجيجي انها مشات لمصر وعايشه ماكينه ان شاء الله غادي ترجع قريبا جدا ذكرى الجميل اه واختي شوفي بعض المرات تنكونوا ماشي بعض المرات حنا دائما مسيرين لسنا مخيرين لسنا مخيرين يا حيا نقصها مامي احنا في الليل شرائط غربال وفلتر المزيفين المقنعين شي بريستيج غتبقى دائما جبل ما يهز روحي والله ما تخافيش كل دار فيها كدار تخيل بيا كل دار فيها كدار كل دار فيها قرع الزيت معلقه ما تكتبوا ليها وفي كل كذا قرع الزيت معلقه في كل بيت فار الله يحفظك شكرا فاطمه قرع الزيت معلقه في كل بيت كل وحده فينا كاع الناس شي دابا قسما بالله نسولوا لينا ونسولوا فاطمه ونسولوا البنات اللي معانا كاملين تقول لهم شنو مشكلكم بيان سور اون بريفي كل وحده تعاود لك تقول لنا لي هادشي كله صبر علي انا منك خسران نتسطى ما كتسمعيش الناس اللي كيعاودوا يهضروا هذا باش الناس كتسمع واحد صاحبتي راه مشاكل وحده تنسيك مشاكلك تشوف تبغي تعاودي لشي بنت لا شي مره كتولي تقول لك كنتي انا شوقه ليا كتبقى تقول لها انا اللي خيبان انا اللي نسطني انا كنت طحت ماشي قنت ولكن الله سبحانه وتعالى خير ليها الافضل انها تمشي ترتاح واحد شويه واخا غيدوزوا ازمات المهم حنا كنا معاك جيجي غنعاود نقولها لك حبيبتي كنا معاك ما بغيتش نزيد نطول عليكم شكرا لكم كاملين على هذا اللايف كلنا جيجي بريستيج في مصر كلنا جيجي بريستيج ان شاء الله قريبا نجي في المغرب كلنا جيجي بريستيج واللي ضرب بنت بلادي والله يتضربني وتكويني واللي تخسر خاطرك خديجه اختي ما كايناش وان شاء الله تقريبا ان شاء الله غنديروا ان شاء الله اجتماع يوز افاتار جميله اونلاين البنات اللي بغات شي حاجه متواصل معايا وان شاء الله اكيد غادي يكون خير باذن الله والله حنا معاك حتى الموت راك تبدا داك النهار سميتو حنا معاك حتى الموت حيت انت خدنا و جيجي خلات ما شاء الله بصمه كبيره وبصمتك تاج فوق راسنا كاملين وما عمرنا غادي نساوك حيت كتستاهلي كل خير منا كاع الناس اللي طالعين كاع الناس البنات اللي طالعين دابا من جميله فما تحت كنا موالين الحوانت قسما بالله انا بعدا كنسمع العناوين ديالي اللي كتجلسي تحرقي راسك وتعذبي معاهم غدا كتلقاهم عند واحد بنت اخرى حطاهم وتيبقى شوف الحال هذا شرف كبير فهمتي حنا في لابيريود ديالنا لا كنتي شي وحده خداتك تقدري تعيريها ولا دابا الحمد لله كلشي خدام كلشي كلامك وانت عسر راسك وجبدي الكلام وتبقاي تفرجي وتبقاي تجبدي من هنا وتجبدي من هنا باش تديري جمال ولا ديتيك اللي تعرفي بهم بعد كتلقايهم غير سيمو ابو الفضل سيمو ابو الفضل الخيال العلمي كانت ديالي اقسم بالله اول وحده قالت الخيال العلمي ديالي اول وحده سمات راسها سيده الشوبينغ ديالي فيعني كاين شي حوايج اللي تخادو هكاك ولكن متبقاش فيك الحال الهوته خالد الهوته اول وحده سمات خالد الهوته في الوزنيه هي جميله اونلاين عمر الهوته ما كانت في اليوتيوب وليتي تسمع الهوته انا الهوته انا الهوته انا الرخا والرباخه بالي قبل ما يسالي سجلي تاريخ هذو كلهم حوايج انا اللي قلتهم نهار الاول وافتخر هذا الكلام ديالي والحمد لله مشاو يعني تقالوا تداولوا كانت انا نسيت كيتفرج فيك تتعلم منك هذا ماشي عيب ماشي عيب ولكن العيب ان الانسان يخيبك وجهه كما قالت سميتها هذا الانسان اللي غامرتي معاه وتعبتي معاه ووصلتيه فين وفين وفي الاخر تيخيبك وجهه تيبقى في الحال بزاف انا راسي وجبت بصراحه لان انا وقعت لي مع شحال ولكن انا جمفو كاين الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء غزال على كل واحد فوالا هادشي المهم كتبقى سميتك بصمه كبيره جدا بصمه كبيره وحاجه مهمه خصني نقولها لكم قبل ما يسالي هذا اللايف هذا
الله يحفظكم البنات، انا اجمل من جميله وهي تتغير مني. انت تبارك الله الطوله ما شاء الله والتجريده، واختي تبارك الله الماكياج ما شاء الله كتعطيه الترفيق، لانك كتعرفين والله يا خديجه ما كنعرف ندير تبينه، ديما واحده تطلعها هكا واحده ديما كيضحكوا عليا بناتي. اختي انا ما نقدش عليك انت، ولكن عاوتاني في الكلام لا يعلى على جميله. الله يبارك يا اختي ويا اختي. لا بقى الكلام من بروان يا اختي. والفلترات فلترات الموت على الفلتر، انا بغيت نستكشط احسن نستكشط تاويل تقطق تقاطع ديالي تقدرش عليا فيها يا اختي. انت واحد غادي تدق عاوتاني خلاها تضحك شويه كنت تخلى عليك قلبي كبير الله يحفظك الزين ديالي الله يطول عمرك خديجه اختي الله يخليك وليداتك. ولكن حنا نهزو بعضياتنا اكيد حبيبتي اكيد تبع زيك علاش لحق كلنا مع جميل الله يحفظك كلنا معاك الله يكبر بيك. شكرا تحياتي اختي ميزة الله يحفظكم. حاجه بغيت نقولها قبل ما ننسى، شي حاجه كنت نقول لكم اللي راه فيه زهايمر خديجه اختي نادي مشات لي مع كتبوا لكم حاجه مهمه. حاجه كانت انا وخديجه فاش كنا بجوج صحراويه ما شاء الله صحراويه تبارك الله بحال شي واحد ما غرس راسه والله. وعندنا انا وخديجه عندنا واحد النخبه ديال الناس كلاس، يعني سيدي كتدخل مثلا ما تجيبش 50 درهم مثلا بالصدامه ولا 100 درهم ولا 30 درهم ولا 20 درهم ولا جايه تشري قلم 100 درهم تمشي وتشري ب 5 درهم. كانوا عندنا بشهاده الناس امينه فاش كنت خدمت معاها تبارك الله افاتار الناس اللي كتجي شوبينغ بزاف ولا كتجمع تجيب معاها تحط لك 2000 درهم في التقنيه كتحط ناس في المستوى جدا يحيى نقص ماما هذاك ولا نقص ناس تيخدموا ماما نسي اسكت نعم تيجلسوا فهمتي تيتخداو تيتخداو بمعنى الكلمه يعني ناس في اي بي صراحه المتابعين جايين من اونلاين في اي بي. والحاجه اللي ما كان اللي كانت فيا وكانت في خديجه سي كو جامي خديجه مثلا انا كنخدم معاك مزيان شنو كاين نقطه مهمه خصني نقولها وفي اسيس منى مثلا منى كتخدم معاك انسان ولا جميل انا كنتخدم انا وخديجه كنا بزاف انا وخديجه كانت ديك الساعه كتمشي غير لهذاك القصريه الكبار كدير داكشي الجمله كانش كدير التقصير فكنت كنمشي انا مثلا انا كتخدم خديجه مثلا مع افاتار عمري في حياتي مزيان نقيدوها بالسي الحمر هادي نوطيها نعرفو كتنوطيها هادي بغيتي توصل جامي دلافي سمعي مزيان انا خديجه دازت عينو ولكن باخر الحمد لله ما كناش كنديرو ما كناش كنهضرو بعضياتنا جامي دلافي تمشي جميله يحيى غاتنقش التليفون نجري عليك جامي دلافي تمشي جميله عند افاتار وتقولي شوف سلام شخبارك لاباس عليك انا جميله اونلاين وهي حدايا قولها تقولي الله يبارك اي بغيت تكذب عليا معاك حتى تجيلك الله يبارك دابا هذه مرحبا جي عندي عيون الزين جامي مشي عند افاتار ولا مشي مثلا عند دار الحجاب قول لها السلام عليكم واش خبارك لاله لاباس عليك انا هي جميله اونلاين نصور معك فابور الا بغيتي هذا كيتسمى الضرب في الظهر هذا كيتسمى الطعن كطعني خوك ولا كطعني اختك في ظهرها ما غاديش تقطع عليها رزقو ما غاديش تقطع عليها رزقها وما غاديش الا كان الراجل تاهو لا ميم شوز مي جامي دابا هي حدانا واش عمرني خديجه مشيت عند شي حد وقلت السلام عليكم انا نقدر نصور بالعكس هما كيعيطوا ليا كنصيفطهم عند منى هذيك الساعه كانت عيطت لي امينه فاش قلت لها اختي ما قدها لا مشاكل كانوا كيعيطوا ليا مثلا كتخاص معاهم خديجه ولا كيبغوا مثلا يبدو كيعيطوا لها جميل حيت كاينه خديجه وجميله ملي ولات منى كنت كنفرح اون فوا سالات امينه مع امينه فاش مع خديجه جيجي برستيج عيطت لي قلت لها اختي مرحبا بك هي اللي كيعيطوا لي تقول جميله اجي مي جامي انا نمشي نقول لهم سلام صافا لاباس عليكم انا جميله اونلاين نقدر نخدم معكم فابور نخدم معكم فابور شحال تخدم معكم فلانه لا انا نخدم فابور وهذه للاسف الشديد هي اللي ولات دابا فهمتي وحاجه ثانيه هذه هي بغيت نسطر عليها بالاحمر هادشي كاين خديجه ولا لا فعلا تخي بيان برافو عليك خديجه حيت خدنا شي نهار انا نديرو لايفات لهاد النقط اللي ولات دابا ولات الحرب البارده ثاني حاجه خديجه ومهمه بزاف كتسول كتقول شحال كتعطيها شحال كتعطيها 500 درهم انا نخدم معك 200 درهم نخدم معك نخدم معك فابور نخدم معك فابور المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه غتزنفو ماشي مشكل الحاجه الثانيه كيبقاو يخرجوا لك واحد الاشاعات هذيك راه كتسالها شي كاتب هذيك راه كتسالها الفلوس هذيك راه شفاره هذيك راه تدير هذيك راه تاخذ ما تاخذ حتى حاجه انا اقسم برب الكعبه والله شاهد عليا واحد المره صاحبتي هذه حنان قالت لي جميله عافاك عندك شي تشوكر في الخضر جيبيه ليا قلت لها انا ما عنديش شي تشوكر تشوكر شحال داير 30 درهم ما عنديش شي اكسسوار انا نهائيا انا ملي خديت الدرب صافي ما بقيتش ما كناخذ والو كنخرج يدي خاويه كنصورتها في 3 ديال الصباح كنخرج خاويه كنديش معنا الناس كتدي بون حاجه واحده اخرى مهمه تما جميله تجي منى الله يحفظكم هادي شري لنا الطريق عرفنا اكيد عرفتو بزاف المحلات ولكن ولات واحد الظاهره صعيبه بزاف فهمتي ولاو هاد الشكل ديال سميتو تتمشي عندك تقول لك انت كتخدم مع جميل وتعيط لي التليفون هذاك قتلوهم انا السلام عليكم انا فلانه شوف انا جي نخدم معك فابور تيقول لها شوفي انا مثلا تنخدم مع اسيس منى تنقول لي انا ايوا واخا ولكن انا نخدم معك فابور غتشوف انا عندي كليان ديالي وانا كذا وانا كذا دونك تحاول انها تحيدك انت من الدار باش تجي هي ويحاول هذاك هو الوحيد من الدار هذه ما كنخدمهاش فهمتي حتى انكم عارفين انا ما عمرني هضرت في هاد المواضيع ولكن بزاف الناس كتشكاو من هادشي تقول لك فوالا عيطت لنا فلانه وفلانه وبغات نجي نصوروا فابور فالانسان سينورمال اللي غتقول لي نجي نصور معك فابور غادي نجي نصور معك فابور المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه غادي تخلص عندي ان شاء الله واحد فعلا تذكرت هاد المساله شتي يا خديجه شتي
فهمتي؟ ولكن انا جامي لا ما عمر هادشي، ما كان ما عمر هادشي كان فيه الحرب، لا ابدا. كتكون الحرب بين التجار، ما كتكونش بين الناس اللي كيصوروا التجار، فهمتي؟ انت عندك كليان ديالك خليك في كليان ديالك، انا عندي كليان ديالي خليني في كليان ديالي، انا عندي كليان ديالي خليه في كليان، كل واحد خليه في كليان ديالو. مع اننا في الاول حنا اللي سمحنا ان هاد الناس يخدموا معنا صغيرين، تعيطوا لنا في التليفونات وعطينا من اوكي بان فلان تخدم مع فلان. تعيط لك واش ممكن عافاك تسمحي لينا جميله اختي، انا كنصور معاك مثلا في البلاصه، نقدر نصور مع فلان في البلاصه؟ كتقولي ماشي مشكل، الله يسهل عليهم، ما حالك هذاك. ولكن لا، هما تيوليو كرشهم كبار، تيوليو باغيين يشدونا ويشدونا 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 وانت حيدك، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. من عندها طريقه ضحكت معايا، ما عندها زهر، ما عندهاش الزهر. لا ما نقولوش ما عندهاش الزهر، فعلا ها انتما يا جيجي راه استاذه تبارك الله في الدومين. يعني انا وجيجي دوزنا كما قالت لي الحرب العالميه في الاشارات. اول وحده كانت تصفيق ديال مصطفى الاشارات هي حنا. يعني حنا شنو درنا؟ درسينا ديك الطريق، ديك الطريق ديال الاشارات. انا كنت تبارك الله لبسوا ريجي ما شاء الله باللغه العربيه ديالها وطريقه الفصحى اللي كانت كتهضر، وكانت كتجيب محلات في المستوى جدا، وكانت كتجيب هليزات زوينين والعناوين كيفاش دايرين. وجيت انا عاوتاني جبت واحد الكاتيجوري جديده، جبت واحد الطريقه جديده كيفاش تلبسي وكيفاش تبريزونتي كيفاش كنشرح لكم لا بيس بالتدقيق. كانك معايا كانك معايا، تنقول لك تلبس لك كانك كمك معاك وخلي اختك معاك، ما تخليكش تجي تكون مصدومه في حاجه. وتنقولي دير ثمن زوين، فهمتي؟ باش سميتو، وما تنوضش الحرب بين المحلات. جامي غادي نوض الحرب بين المحلات ولا نخلي الدار باش 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 يشري الانسان، فهمتي؟ كانت فين كنا عندنا، كان تعامل الحمد لله زوين والله العظيم باقي لحد الان. ليه خدمت معاه تيقول لي شوف الاشار مشى بعزو شي ما تسجيش بريسيو جميل، اقسم بالله البنات. دابا الحمد لله ولات واحد الموجه جديده، ولكن انا تنقول كل واحد يبقى في بلاصتو. انت شديتي هذا المحل وهذا المحل، الو السلام عليكم، نجي نصور لك، كنصور فابور، نجي نصور لك فابور. هذيك فابور المره الاولى والمره الثانيه، المره الثالثه غتخلصي، خلي هذاك يخدم وخلي هذا يخدم. حيت جينا نديرو هكاك، راه حنا الاولين، راه كون جيت ندير هكاك كنقسم بالله العظيم ما يخدم شي واحد. غنشد الدنيا كامله، غنشد المغرب كامل، المغرب غنشدو، غنشد المغرب كامل غير الطريقه ديال التقديم وهذا. ونخدم فابور انايا، نخدم فابور اعلان للحرب، ولكن ماشي الناس اللي كيدير الحرب. انا مسالمه جدا، يفو كيبان لي هذا ما كندوش من حداه، ما كان علاش ندخل عنده انا نقول ليه السلام، انا فلانه كريطه، انا فلانه وعندي ديزابوني وعندي تفكر الناس كيشربوا ولا الناس كيشربوا. انا كنت سيدره ما دخلتش حتى 30 درهم، 30 درهم والله العظيم الا باقيين دابا كيقولوها. ما عنديش الناس ديال 100 ريال، ما كايناش كاع، ما كايناش اللي تجي المره تجي القيصريه تجيب 5 درهم وتهز حاجه وتخرج، ما كايناش. خاصها جات عندي الدور على القيصريه كامله، تشري الذهب تشري السيكون تشري هنا. كنا ناس مستوى، فهمتي؟ فانزيتي فين اختي جميل الله عمرها دار، اقسم بالله كاين شي وحده كتخدم فابور. انا امينه صلى الله يحفظك الزين ديالي طول عمرك. درويشه ويصال الله عمرها دار، الله يسهل عليها. ويصال تبارك الله بنت مكافحه، والله مكافحه. وانا عمري بحيت ما كنضد شي واحد، بالعكس انا كنت كنايد كاع الناس. وصافي كنتلاقى معها ديما، والله كنت خاصه مع ماما كنتلاقى معها وتسلم عليا خالتي جميله، خالتي جميله عزيزه عليها والله. حلقه البلاكيو عندي لكم قنبله، عندي لكم قنبله في البلاكيو، ماشي 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 محل، عندي لكم قنبله ان شاء الله تخي بروشينو. غادي تصدموا جميله بلاتي. اللي كتقول جميله اللي كيهضرك فعلا، الشاد عليك بعيد، الله يحفظك السكر، انت الشاد انت السكر. فوالا احسن اجمل ايام الاشارات، انا قالوا لي ناس في المستوى جدا قالوا لي احسن. انا اي مره كنخدم تيقول لك شوف على طريقتك غير، ولا فاصلا مش كتخدمي غير طريقه التصوير غير. يعني انا ترومان بحكم تجربه تبارك الله ما شاء الله بحال جيجي بريسيج دابا نقارنها مع شي حد جامي لاني، لان كيما قلت لكم انا كنختاروا فهمتي، كتختاري. ضحى مزوجه وكازا في الدار، حبك جميل، انا كنموت عليكم، الله يحفظكم، الله يطول عمركم الزين. كيما هي جاوباتكم خديجه قالت لكم راه في دارها مع وليداتها، هني زادت عرض واخا حبيبه ديالي نقرا لك ماما. جيب صراحه خدمتكم صعيبه، كتبغي الوقت والجهد، والله الا شي واحد القناه وصدها وحق الله العظيم، حيت ما يمكنش ما تقدريش فهمتي. سورتو لك انت سانسير فهمتي، خصك تكوني عفريت وقويبيه وخطيره بهذا المعنى باش تقدري ديري قناه وتستمري فيها ويكون ضرب. النقطه المهمه اللي بغيت نقول لك جيجي وسمعيني مزيان، اش نقول لك؟ سمعي وقولي لي هادشي واش كان. جيجي بريستيج اليوم دارت الحوايج، الا دارت مثلا باكيو اليوم جامي لافي جميله، تهز طوموبيلتها فرخ تدقيق بق وتعطي جيجي فيديو ديال باكيو في نفس النهار، بقا تخدم فيه فابور. هذيك ما كاينه في التاريخ، انا ما نديرهاش نهائيا، انا ما كنضر مع حد، كنشطق انا على حد، ما كنحزر حد، هذاك ما كنحزر حد، ما كنعيط حد في التليفون، عيط ليا ونجاوبك، ما عيط شي ما جاوبكش نهائيا، ما نسوليش عليك، كيشوفوني من الفيديو الفيديو. هذه فيا والناس كلها تعرفني بهذه الطريقه. دونك انا من الناس، انا وجيجي جامي دلافي جميله تحط فيديو تمشي جيجي تقلب 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 وتعيط الناس نصور معاك، لا غنصيفط لا دابا غنجي خمس دقائق تقلب عندك دابا دابا دابا. حطيتي فيديو اليوم، كنا كنديروا الصواب انا وياها وحنا مخافنين، وحنا في قمه، كل وحده كتحط فيديو ديالها بشويه كيشوف كامل المشاهده. انت طلعتي لايف دابا غندير لايف، غنشد طوموبيلتي فر ولا طرام ولا بشكليطيك تر نجي نصور بلاكيو، حيت كوريطه دارت سميتو فلانه دارت لا باكوره دارت هذه، علاش تخربيق تخربيق بشويه سلاولي. جيتي زوينه بزاف بلا فلتر، الله يحفظك اختي. اليوم انا تحديت خديجه حيت قالت لي ما تقدريش تلعب بلا فلتر، ايوا انا بغيت تلعب بلا فلتر، طلعت بدون فلتر. ايوا كبيداتي ديالي الله يحفظكم ليا. اهلا زهامو مزال ناجي، مرحبا بك اختي مراد الجلال، بدا لكم البنات لهوته بجلابه جميله. سلمى قالت جميله الحاجه هذه شي خبر عليها
تكرسنا ولا سلام. جميله غير تسي الاشعار تري بيان برافو عليك، ودارت فيه اضافات وتبدل وبدات كتفصل وكتعطي الديتاي ديال اللبسه تري بيان. هذه اللي كانت عندي انا، ومن تبارك الله خدات 8 ومن تبارك الله خدات سميتو، ولكن ما كانوش كيبانوا هما كيجيو البنات اللي كيلبسوا اليوم. انا بقيت لك البس لدابا سي بوغ سا بقيت فهمتي بقيت والناس والله الا كنطلبهم تترجى لهم العافاك اختي جيبي شي بنت، اقسم بالله ما كيتباع. نهار كتشوفوني خدمت مع شي بنت كنعاود لك الحوايج كلهم نلبسهم في الفيديو الاخر، وسبحان الله كيتباعوا، كيبغيو الناس يشوفوهم عليا انا. كتقول اختي بالستين تيان شري كنجيب دي مانكو كيتخلصوا فلوس، تقول لك لا اختي وتشدي بياسه تقول لك لا اختي ما شريتها واحد نهار كنلبسها كيتباع سبحان الله العظيم كلشي. وجمعك ان شاء الله حداك الساعه هذه 30 درهم اختي، حيت لابسه هذه لاكولور هذه وكنت هازه لوساك في هذا درت البوردو. الله يحفظك يا ملكه المسراره دراري تحيه لك. سكينه بنت الحسين راه غلف عقلت اختي كاتي جون عقلت اختي، انا خرجت في سكينه خرجت في سكينه مدرسه سكينه والله العظيم الا سيده شوبينغ اول وحده قالتها قسما بالله يا جميله كنت مسميه راسي سيده شوبينغ، كنت كنخدم مع سعاد في قيصريه المصير سعاد مامات دنيا، وكنت اللي سميتها انا زينولها ما الى عقلته، كنت كندير شوبينغ اونلاين وما كنخرج من عندها حتى كتباع السلعه كامله كامله كتباع اونلاين، كيجيو الناس الجيش عرفتكم بندير الجيش ديال جميله اونلاين اقسم بالله غنسد عندي بحال القيصريه ديال كرايموم غادي نسد، ولكن الناس بحال ما فيهاش داك الفشار داك الشيء تخاكي انا كنشوف عرفت شنو كندير تو سامبلومون مزحنا شي ثلاث شي دردك حيت انا دردك في اللايفات دردك تنايا قبل الكورونا صاحباتي واصحاباتي ما عقلتوش دردك انا في اللايفات ودردك في المحلات ودردك تايت كنت طن 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 طوموبيل كنت ما بقدمش طوموبيل كنت كنكريها كنضل دردك انا في سيدي مومن انا في برنوسي انا في مراكش انا في خويلي شنو درت انا كي ندير دردك بحالي في اللايفات شكون اول وحده اونلاين هي جميله اونلاين سالينا اختي جميله انت الوحيده اللي بقيتي في هناك الله يخليك لوليداتك الله يحفظكم الحمد لله على كل حال دابا جميل ولاو بزاف صحابات السيدات الشوبينغ تهلاو منك تخدمي المنتجات ديالهم اقسم بالله الا لا حاولوا تلاحظوا عناوين حاولوا تلاحظوا طريقه الكلام ولكن كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي زوينه سي كيفما كتلاقي مع شي حد تيقول شوفي انا تعلمت منك وشكرا لك بزاف كنت متتبعه ديالك وتعلمنا منك هذا شرف على راسي من فوق تحيه لكاع البنات كاملين والله غير كما قلت لكم يكون انسان نت فلان خدام مع فلان نرجع للور خلي معاه فلانه مثلا مريم خدامه مع هذا ما نسوش انا معنا عيط لي ما ندوز من حدا تخيلوا معايا كنمشي نتقدا قسما بالله العظيم كنمشي ندير الزيف نضاله باش ميتي يعرفني انت ما تقولش جميله اونلاين نهائيا حتى شي وحده كان هضر كتقول لي اختي واش انت جميله اونلاين من نبره صوتي تقول لا اه تبغي تشرب تقول شكرا عرفتي كنحشم كنبغي نطير كتقول والله علاش حقلت على التليفون ديالك ناري تقول لي المهم ناري ما نمشيش هادشي وحق الله العظيم ناري ما نمشيش هادشي وبزاف الناس عرفتي مالي المحلات هما الله يهديهم حتى هما مالي المحلات كديروا غلط كبير بعد مرات مثلا كدير فيديو مثلا مع مريم ولا مع 8 ولا مع جيجي ولا مع نفس زغتي لا غدا كيمشي يعيط على كريم الحاج مثلا هذا بدرهم هذا بستين هذا بربعين هذا بالفرانك هذا ديجا انا شفتك عند مريم داش غادي يطلع لي فوغ يجيو الناس راه الناس شافوا قلنا ميم زارتيكل قسم النص النص ديال السلعه عطيها لمريم والنص ديال السلعه عطيها لكريمه والنص الاخر عطيها لثمانية وجيب كاع اليوتيوبرزات وخدم ماشي انت كتقول لا لا جبت هذيك السيده ما خدمتش علاش حضرتك كتمشي تقول لا لا جبت فلانه ما خدمتش تقول لي راه لا واش انت ديجا صورتي فيديو حق الله العظيم تقول لي ما خدمتش انت فيديوهات كنتي تقول لي راه نفسك كتعاود مع فلانه راه ماشي كاسيون ديال السيده ما عندهاش لي زابوني ولا ما عندهاش اللي كيشري لا راه انت درتي نفس لي زارتيكل اليوم مع هذه غدا مع هذه غدا مع هذه راه لي زابوني وحدين راه حنا وحدين راه لي زابوني وحدين قالت كتب سميتي المحل وتقول شفت الفيديو عند فلانه هي جايه كتبقى فراسها بعض المرات انا ما كنكونش دايره فيديو مع شي حد مع كريمه اللي كانت في الوفا وما عمرني ما درت معها فيديو اللي جا كيقول لها سلام انا طارق جميله والله شفت فيديو زوين قالت لي راه قتلوني وانا قلت لها عمرني ما درت معها فيديو هي تصورت معها فيديو ديال سميتو كريمه رواق الاميرات في الولفه دونك راه ماشي اي واحد ما عندهاش لا هذه ما عندهاش انتوما اللي كتغلطوا قسم سلعه على النص عطي لهذه النص وضرب واحد يومين ثلاث ايام عطي الاخرى النص وتشوف اوردر ديال الخضر واي استفسار عيطوا لي في التليفون التليفون ديما تنحطو لكم الناس اللي بغاو يطلعوا الناس اللي بغاو يديروا لا ما فيناش حتى شي طانيت والله ما كذبتي يا جيجي اختي لا دابا ولا حتى شي طانيت اللي خدامه كضحك جيجي فرشت ماشي هادشي اللي كاين واختي جميله زوينه بلا فلتر بلا شالكي فلتر غتحتاجي تزين زين زين الله يحفظك اختي كنرتاح في الفلتر ما كنحبش نصور بحال هكا حيت انا بغيت نصور خصني ندير ماكياج اوفر وانا ما كنحبش داك الماكياج زوين ما كنعرفش ليه نحدد هنا فهمتي ولفت والله ولفت ندير ماكياج نيت وكذا انا اليوم تحديت جيجي حيت قالت ما كطلعيش في اللايفات وانا عندي 600 لايف يا ربي السلامه نساو ديك المصيبه والله الا كنحبك حتى انا كنموت عليكم ايوا صافي بارك علينا الكبيدات ديالي ميزات الزين الغالي الله يحفظك واش غادي جيم سيرا غير انت اي والله الله يصاوب هانتي زوينه بلا مكياج شكرا للحبوبات ديالي اختي مشي خدمت المانداليني الا كان شي محمد عانا عرفتي انا كنت كنحب المانداليني فين ما كاين مانداليني خاصني شي ميزات فين ما كاين دابا خرجت لك الصاف انا كنبغي المانداليني فين يقول لي صاف يلا الكبيدات ديالي ولا ريحتو شحال كتحمق جيجي اختي ديري لنا روتينات ديال الناس ديال مصر قلنا كيفاش كيتصرفوا في مصر وفرحنا ما كاين غا برداخه وتفكر دابا كلشي غلا جيبي ما شاء الله الماركه المرامل الله يغسل المكافحات والله اختي كتافنا برد
طابو وحق الله العظيم، من الراجل من المراه من البيبي سيتر من المعلمه ديال الدار من الخدامه تشقاي منك الطباخه الطيبه، ولا اله الا الله لا اله الا الله سي تسليم، والله العظيم بزاف. دونك كنتمنى من البنات اللي عندهم القنوات يعني قنعوا شويه، واللي عندها شي حد خدام معاها تبقى خدامه معاه، وعيط لك شي حد سابو ما عيطش عليك ما تمشيش عنده انت، ما تعيطليش في التليفون خلي اخر الله يسلمك. كنهضر لكم نتوما ماشي حنا جبنا شحال هادي وخدمنا شحال هادي، دابا نقلبوا السيستم وندير واحد ندير واحد الثوره، انا غنقلب السيستم كامل، حنا غنقلبوا كامل هادشي كله والله العظيم. الله يحفظكم زينه ديكور جميله، كيف حالك حبيبتي؟ صافا الله يطول عمرك زينه ديكور، انت صافا لاباس عليك؟ ها واختي غطا واختي صدرنا، انا اختي شوفي راه ما دايرهش الحجاب، انا غير دايره الشال وصافي دايره الزيف، انا باقا كنقدم هكا. واختي جميله خليتي شابيك عقلتي، لا ضربيه وضربيه ولاش ضربيه ومالو كرينكو قالك لي زين زين واخا ما يعوم من الاثنين الاثنين. واختي الزين وزين الفعل المكياج كتشوفيها كتكون كحله، الله ربي خلقها الله يسمح لي من الكلمه، وكتولي كتشبه الشنويات كتولي بلقاع. دونك المكياج كيدير العادي، ولكن واش قلبك ابيض؟ قلب ما غيصلح فيه لا مكياج ولا ايلاينر ولا تراسي الحجبان ولا المهم. الناس غدا ان شاء الله باش بصح نسحروا ليها مطجة الميسر، اختي جيجي كان عندها مشاكل ان شاء الله ربي، اي واحد فينا عنده مشاكل ان شاء الله ربي يعافيكم. بحال الاسئله ما بغيتش نبقاو تقولهم باش ما نزيدوش، حنا بغينا تفرفش ونا نضحك شويه اللي ما ضحكتها. خديجه عاقلين عليها قبيله غير مع ما قراتش جميله والله العظيم. اوي ترى كنتي دوزنا انا وياها دوزنا الحرب العالميه 16 اويلي اويلي قلت لهم عقوباتي الغاليات وين اي والله يسهل عليها ولا بداتها. والبنات هادشي اللي كاين الله ياخذ الحق في الظالم، واللي دار شي حاجه اختي غيتعلق نكراوعو، حنا ما نعسبها حتى شي واحد في القبر وبيناتهم بضاوه. وهادشي اللي كاين اختي سمحوا لي غادي نطلع اخواتي نمشي نرقد شي نشوف اختي شنو باغي الدراري تاعو العشاء واش كاين شي ولا ديروه. ايوا هادشي اللي كاين الحبوبات ديالي، المهم دمتم في رعايه الله. انا اليوم طلعت اختي غير تحدي، جيجي قالت والله يا اختي ما طلعي بالفلتر، ويلي اختي ونتحداك قالت لي البارح نتحداك طلعي بالفلتر يا اختي. خديجه جميله اللي بناوني بالفلتر لا سمح اليوم انا اللي بليناك اختي واخاك بيضه. والحمد لله ان شاء الله يكون خير، وبغيتكم تدخلوا عند هميزات وعورو تي في عند هميزات غزالين فوالا ان شاء الله. ان بعد بعد العسر يسرى، ان بعد العسر يسرى. الامبراطوريه المغربيه ويداوت فلتر ويداوت، اليوم شوف اللايف ويداوت فلتر اختي، شوفي حنا هكا اللي عجبنا هكا تبارك الله، واللي ما عجبنا اختي هذا الله. ايوا هادشي اللي كاين الحبيبات ديالي، تصبحوا على خير تنحمق عليكم، واكيد ان شاء الله غادي نتلاقاو تري بروشينمون. غادي نديكم ان شاء الله عند ديك السيده اللي كاينه في الولفه راه كتخدم مع رويال اير ماروك، كتخدم مع المطارات والله عندك شي واعر، دار لك واحد البروموسيون زوينه رجال وعيالات ولاد صغار. اي واحد عنده غادي نشوفوا هاد الكلام هذا 250 درهم ديدرات. شوف عطاتني هذا عطاتو لي اون لاغ، عطاتني تقطع وجهي داكشي لي بلاكي والله ما خدمني، عطاتني هذا عطاتني هذا هاهي مات وهي ويلي ما تحدات الحل. انا غادي نمشي عندها سبق ما جبت واحد الهضره ديال اختي واش الهضره ديالتها هادي. هاد النساسي ديال عثمان واعره بزاف عندها جلال الفنين، وسمعتي نزاختي ونزاختي راه باقي باقي عندها بزاف البنات نزاختي دريت قالوا لك عندك داكشي زوين جميله اختي التاويل مع سلمى. جيجي خاصها تبدل طبعا جيجي مسكينه شوفي بدل اختي عافاكم لما الله يرحم لكم والديكم بحال لي كومونتير ما نبغيهمش. لادريس اختي جميله انا غنصور لكم عندها خديجه القطراتي داخله عندك، ولكن والله ما عرفت انت المهم عجبني ندخل عندها. الله يحفظك الولفه حدايا وهي جميله الفن القلب الكبير الله يحفظك بهيجه اختي طول عمرك الكبيره. بغيت ندوز ندوز على عينيا غندير لكم ان شاء الله فيديو عندها غدا ما عرفتش واش كاين ولا لا، سالي دابا صور نصوني لها بدابا كتصور مع حتى شي وحده باش نكونوا واضحين غير صوري لينا راه عجبتنا صافي داكور عجبتهم عجبتكم سميتها زينه كما سابت ديجا نزها مود نزها مود باقا معنا في اللايف الله يحفظك لينا اختي نيزه تفرجتي لي شكرا تبحشتك الزين تبحشتك الخير غيتا ريهام والله ما عرفتي انا حقيقه لك الله كبير. فوالا شوفوا البنات انا قلت لكم قبيله خليو كل داكشي الموضوع ديال خديجه ورشيد خليوهم بيناتهم حنا من باش من باش من دوك المشاحنات هما اللي خرجوا لي الثانويه هذيك تقول ليها ولا تقول ليا تيجيو الناس يقولوا لنا ويقولوا لنا لا خليهم صافي جوج كلمات قالوهم انا لا انا ولا نتوما عندناش حق ونا با دغوا باش نهضروا في الموضوع. يلا كبدا ديالي خليت لكم بالراحه نتلاقاو ان شاء الله فيديو زوين واكيد في معاطيه ناري صقعو جبديني عرفتي علاش جبتيني ودرتي لي لايف ما نعاودش لك يلا تموت عليك الله يحفظك والله يرجعك ان شاء الله بالسلامه وربي يسهل لك وفي ما حطيتي يدك حبيبه ديالي تربحي وانا ناسيك وشي بالعكس والله الا وليت كنفكر داكشي البارح كنفكر بالليل وكنضحك عليه. يلا كبدا ديالي خليت لكم الراحه نتلاقاو ان شاء الله في ساعه زوينه ومع السلامه وخشوا دائما بخير كلام كيما قالت لي باقي كتقفريها وكتخصمي قلت لها لا كنزبلها وكندي ذنوب
كنعرق عندنا وكنختم زوين صباح الخير كدوز وكتعطيك النظاظر وكتعطيك الزاج 250 درهم ايوا اختي هذه زوينه يلاه الكبده ديالي اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تزوج دائما ما مغرم من ضغوص ومشان كنموت عليكم اللي بغات نقش ديالي عندي اختي راه كنقش راسي هذه كنقش لي هذه يلاه خديجه بروفوار بيزا فينيس تحياتي الكبده ديالي يلاه اختي ما تنساوش النصائح اللي عطيتكم كل واحد يشد تقاره تهلاو باي باي.